صباح النور مشاهدينا، نقولها اليوم وكل يوم في لقائنا الصباحي معكم والذي نسعى فيه دائما إلى التجدد والاستفادة المتبادلة. قبل البداية نستعرض معا فقرات ومواضيع اليوم الجمعة الخامس من أكتوبر 2018. البداية من الأردن وتقرير عن مدينة أم جمال الأثرية، تمارين الكارديو للمبتدئين في فقرة الجسم السليم، إلى السودان وإضاءة على منظمة عون المرأة السودانية، إلى بروكسل وتقرير عن الموسيقي العراقي حسين راسم، أحدث الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاج صباح النور، وفي الختام آخر الأخبار السينمائية في فقرة الفن السابع وتقرير عن العرض الأول لفيلم The House. صباح النور شاف. صباح النور. إن شاء الله ما يكون توني نزع لك تفاحات. لا لا. أنا كنت طالب منه. لشو رح نستعمل التفاح والمكونات؟ اليوم التفاح رح نحضر لنعمل كرامبل التفاح اللي هي كناية حتكون تقريبا نصف التفاحة حتكون مفرغة. حشين بقلبها عشينة الكرامبل ومخبوزة بالفرن كلها سوا. بصير طعمة التفاح معشقة مع البسكويت الموجودة بقلبها. هذا جدا مميز وهلسي، ما في كتير أشياء بتنص. صحيح. كمان رح نحضر كيك بالموز والفستق الحلبي. كمان هيدا الكيك بيتقدم صباحا مع القهوة، جدا لذيذ ومكوناته جدا بسيطة. كأنك محضر الموز بش طريقة أو أنت منقي مستوي كتير؟ الطريقة هو بده يكون الموز محطوط بالفريزر يتلج يومين، بس تقدر بتصير عنا إياها بهذا اللون لحتى تكون مستوية أكتر. رح نتابع كيفية التفاصيل معك بعد شوي شاف. شكرا لك. صباح نور سارة. صباح النور. صباح النور توني. كيف الويكند؟ تمام، بلش منيح. وواضح انه ويكند حلو يعني لانه اطباقنا اليوم حلو. صح. كمان وحلقه اليوم غنيه بالمواضيع وخاصه المواضيع الاجتماعيه. رح نلقي الضوء خلالها باتصال مع او ظهور مباشر من السودان على جمعيه تعنى بشكل خاص بسعيدات المطلقات ومساندتهم. صحيح. والصبح هيك ذكرت شيء له علاقه بالموضوع لانه حضرت فيديو على احدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي عم يحكي عن كيف الفتاة من هي وصغيره مندربها باللاوعي طبعا بانه احلى يوم بحياتها رح يكون يوم زفافها، ولكن طبعا بعض العديد من السيدات كالعديد من الرجال بيبدأ زواجهم بالطلاق، وهنيك بتكون ساعتها الحالة المدمرة طالما نحن فقط حطينا نصب أعين هذه الفتاة أنه حلمها الكبير لازم يكون فستان الزفاف الأبيض وهيدا أهم شيء بحياتها، يعني ما عدلنا شوية بعلمها بشغلها باستقلاليتها بغير إنجازات بغير ميول وخيارات أو ما خليناها تسمع صوتها، يعني من الأساس عم تسمع أصواتنا وبالنهاية قرارها طلع قرارنا. يعني ما في قرار بيوصل للسعادة إلا إذا كان جاي من الداخل. صحيح. في حلقة سابقة لو بتذكر كنت معك توني، كان ضيفنا ميلاد حتشيتي. صحيح. كان بيتكلم على اختزال الإنجازات في أشياء معينة، إنه مين اللي وضع هذا النوع من التصنيف إنه هذا هو الإنجاز أو هذا ليس إنجاز. أقل شيء بيعمله أي إنسان ممكن يعتبر شيء كبير جدا في حياته، ولكن يمكن هنا بنروح لمشكلة تانية إنه مدى تأثير الآخرين علينا وعلى حياتنا وعلى قراراتنا، فهو هذا الشيء المهم. جميل جدا أن تكون في جمعيات تعنى بالمساندة وتقديم الدعم اللازم للي بيلاقوا نفسهم في ظروف صعبة، وحناقش الموضوع بالتأكيد أنا وأنت. يعني أنجزنا أو ما أنجزنا، جوزنا أو ما جوزنا، عنا قيمتنا. صحيح. وأهم شيء عندنا في كل الأحوال أنه بنطلع بصباح النور. صحيح. صحيح. هذا إنجاز كبير. إذن مشاهدينا نرحب دائما بأرائكم وتعليقاتكم وذلك عبر صفحات مواقع التواصل الخاصة ببرنامجنا والتي تظهر الآن أسفل الشاشة. البداية دائما مع التطورات السياسية مع الزميلة ليال بشارة، اليوم مع الخبر. صباح الخير. صباح النور. اشتقنا لك. وانا كمان. شكرا.
مشاهدينا صباح النور وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السعودي للتشاور بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية المملكة في اسطنبول. وقالت مصادر تركية لوكالة رويترز إن الوزارة استدعت السفير لاستيضاح مكان خاشقجي، مشيرة إلى مساعي تبذل لتوضيح المزاعم بشأن خاشقجي، مؤكدا أنها ستأتي بنتيجة إيجابية وأن الاتصالات مستمرة منذ أمس بين تركيا والسعودية. في المقابل كشفت وسائل إعلام محلية أن السفير السعودي أبلغ المسؤولين الأتراك بأنه ليست لديه معلومات عن خاشقجي، فيما أكد نائب وزير الخارجية التركي يفوز سليم كيران للسفير السعودي ضرورة إنهاء هذه القضية فورا. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية في أنقرة إن تركيا لن تغادر سوريا قبل أن يجري الشعب السوري انتخابات. وقال أردوغان أيضا إن تركيا لا تواجه صعوبة في إجراء محادثات مع جماعات متشددة في إدلب، آخر منطقة كبيرة لا تزال تحت سيطرة المعارضة المسلحة، مشيرا إلى أن 12 موقعا للمراقبة تديرها تركيا في المنطقة، فيما تدير روسيا 10 مواقع وإيران 6. قالت مفوضية الانتخابات الكردية إن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم متقدم في الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق شبه المستقل بعد أحصاء 85% من الأصوات. وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي إن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منافسه الرئيسي وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم جاء في المركز الثاني، مشيرة إلى أنها تلقت 1045 الشكوى وتحقق فيها مما دفعها إلى عدم إعلان النتائج النهائية. في المقابل هدد حزب الاتحاد الوطني بأنه قد لا يعترف بنتائج الانتخابات بسبب ما وصفها بانتهاكات شابت عملية التصويت. اتهمت الولايات المتحدة 7 ضباط مخابرات روس بالتخطيط لاختراق شبكات الكمبيوتر وسرقة بيانات من شركة وستنغهاوس إلكتريك للطاقة النووية ومن وكالات لمكافحة استخدام المنشطات ومن اتحادات رياضية وكذلك من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وجاءت الاتهامات بالتخطيط لارتكاب جرائم إلكترونية وجرائم غسل أموال بعد ساعات من إعلان السلطات الهولندية عن إحباط محاولة من جانب أجهزة مخابرات روسية لاختراق شبكة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل نيسان. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن أحد الضباط الروس قام بالبحث على الإنترنت عن وستنغهاوس وعامليها وسرقت بيانات الدخول الخاصة ببعض الموظفين ومنهم أفراد يعملون في وحدات تطوير المفاعلات النووية وتكنولوجيا المفاعلات الحديثة. أقر المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب له بالأزمة الاقتصادية التي تواجه بلاده مؤكدا قدرتها على إفشال العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. ولفت خامنئي إلى أن إيران قادرة على مواجهة هذه المشاكل وإفشال كل العقوبات، لكنه في المقابل اعتبر أن الولايات المتحدة تحاول ضرب عناصر القوة الإيرانية ومن بينها البرنامج الصاروخي وحضور إيران في المنطقة. خبرنا الأخير من ألمانيا حيث أقيم سباق فريد من نوعه وهو سباق قوارب التجديف المصنوعة من حبات اليقطين العملاقة على بحيرة كيورلشوفر وذلك للعام الثالث على التوالي. ويتعين على المشاركين في هذا السباق التنافس في مسار يبلغ طوله 35 مترا والوصول إلى خط النهاية وملامسته بمجدافهم بسرعة، فيما تزرع حبات اليقطين خصيصا من أجل هذا السباق وينبغي أن لا يقل وزنها عن 150 كيلوغراما. ووفقا لمنظمي السباق فإنه كلما كان المتسابق ثقيل الوزن كلما تطلب ذلك أن تكون حبة اليقطين أثقل وزنا. عارفة ليال وانت بتقول الخبر وبشوف الصورة وراكي كلنا كفتيات واحنا صغار حبة اليقطين كانت مربوطة عندنا بقصة سندريلا لما ظهرت لها الجنية وحولت اليقطينة الى مركبة وراحت بيها على الحفلة. فتخيلت الفرق في الشكل ما بين حبة اليقطينة اللي اخذتها
سندريلا واللي في المسابقة هنا، أكيد ما كانت هي نفسها المقصودة، ولكن ممتعة جدا الفكرة. وشوف أن هم بيزرعوها مخصوص عشان هذه الفعالية، شيء حلو أنه يحافظوا على هذا التقليد، وواضح أنه في كم من المتعة خيالي. أنت اليوم مميسك لونة من لون اليقطين. صحيح. عرفت تضامنا مع الفعالية. شكرا جزيلا على الخبر الحلو المفرح على الصبح. أكيد شكرا لك سارة. مشاهدين ننتقل الآن إلى عناوين بعض الصحف الصادرة صباح اليوم، ونبدأ جولتنا مع القدس العربي وفيها نقرأ: واشنطن تتهم عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية، وهولندا تطرد 4 متورطين بهجمات إلكترونية، أزمة خطيرة بين روسيا والغرب بعد اتهامها بقرصنة موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. مشاهدينا ننتقل الآن إلى صحيفة الحياة التي عنونت حول التطورات السياسية العراقية، وقالت الصحيفة في هذا السياق: فصل آخر في صراع الحزبين الكرديين، الصدر ينأى بنفسه عن التشكيل الوزارية ويمنح المهدي مهلة سنة للإصلاح. الآن نذهب إلى قطر، اخترنا لكم من هناك مشاهدينا صحيفة العرب وفي عناوينها الصادرة صباح اليوم: ترامب يواصل ابتزاز الرياض، المال مقابل الحماية. إلى صحيفة عمان اليوم العمانية، صحيفتا باعت بدورها تداعيات الزلزال الذي ضرب إندونيسيا، وعنونت في عددها الصادر اليوم: بعد مرور أسبوع عدد القتلى يتجاوز 1400، مصير الآلاف غير معروف بعد زلزال إندونيسيا. إلى الجزائر نذهب الآن، اخترنا لكم من هناك صحيفة الخبر الجزائرية التي عنونت حول التطورات الداخلية في الجزائر، وقالت في هذا السياق: تراجع الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر في عام 2018. الآن نذهب مشاهدينا إلى لبنان، تحديدا إلى صحيفة الجمهورية اللبنانية التي عنونت في عددها الصادر صباح اليوم: الحريري، البلد لم يعد يتحمل اقتصاديا. ونختم كالمعتاد مشاهدينا الجولة مع صحيفة العربي الجديد، وفي عناوينها نقرأ: اليمن، حراك الجوع ضد التحالف والحوثي. إلى صورة الغلاف، الدرونز سلاح الميليشيات. إلى زاوية الحدث، المواجهة الروسية الغربية إلى مرحلة جديدة. أما كاريكاتير العربي الجديد فجاء اليوم تحت عنوان: رئيس العراق القادم للفنان علي حمرة. مشاهدينا مع الكاريكاتير نكون وصلنا إلى ختام الجولة على ما تضمنته الصحف الصادرة صباح اليوم. اللقاء يتجدد بعد ساعة من الآن، كونوا على الموعد. الآن نعود لمتابعة فقرات برنامج صباح النور. إليكم من جديد توني سارة ووعد. شكرا لك ليال، نحن في انتظارك وانتظار ضيفك على رأس الساعة. نبدأ مشوارنا اليوم مشاهدينا من الأردن، وتحديدا من مدينة أم الجمال الأثرية التي تتميز بأروع البوابات الحجرية، وتعتبر إحدى المدن العشرة في حلف الديكابوليس الذي أقيم أيام اليونان والرومان، وكان يضم 10 مدن في المنطقة الواقعة عند ملتقى حدود الأردن وسوريا وفلسطين، حيث كانت تعرف باسم كانثا. هذا التقرير من أم الجمال. تقريبا قبل 2000 عام، بنوها الأنباط العرب وطوروها الرومان والبيزنطيين، وتوالت عليها الحضارات الإسلامية الأموية والأيوبية. عدد سكانها بحدود 40,000، هذه التجمعات السكانية والأحياء المترامية الأطراف. تقع على الحدود السورية الأردنية في شمال الأردن.
وجود حوالي 15 كنيسة في مدينة أم جمال من العصر البيزنطي يشير إلى التسامح الديني الذي كانت تؤديه هذه المدينة. ومن يعني الدلائل الأخرى هو العثور على جدارية في أم جمال تتحدث عن نظام جمركي تجاري من العصر الروماني، وأيضا استمرت وجودها في العصر البيزنطي. أهم المراحل اللي مرت فيها هي فترة وجود أبناء البادية، والبادية الأردنية إجمالا كانوا يتواجدوا بمنطقة الصحراء، وكانت عشيرة المساعيد هي تسكن ضمن هذه المدينة. الثقافة اللي كانوا يتمتعوا فيها أبناء القبيلة أنه حافظوا على هذه المدينة، بحيث أنه اليوم لما بدنا نتحدث عن تطوير الموقع الأثري نتحدث عن مدينة بكر، مدينة ممكن أنه إحنا نشتغل عليها لتكون هذه ضمن المواقع الأثرية المحمية عالميا. يعني كمان وعد اللي عرفته عن أم الجمال أنه تعرضت لزلزال كبير قبل ما تنتقل الخلافة من دمشق لبغداد، ودائما بتسأل أنه كيف الطبيعة بترجع بتجدد نفسها. الحياة مستمرة ولو تغيرت المعالم إنما الحياة مستمرة، لأنه الزلازل عادة بتكون صحيح نهاية لمرحلة سابقة ولكن بداية لمرحلة جديدة بمعالم جديدة. ولكن الحلو بهذه يعني القلاع والأماكن الأثرية أنه يعني بتقاوم كل التغييرات وبتبقى دليل على الحضارة اللي سبقت. ولكن أم الجمال عادة الاسم يرتبط شوي بمعنى اكتسب الاسم منه، ما عرفنا شو قصة الجمال، بركة هيك نترك شوية بحث للمشاهدين. شمينا ريحة الصحراء، مع الصحراء بده يجي الجمل طبعا. صحيح، ولكن كتير أماكن بالصحراء ما بيكون منسوب لها هيك. صحيح. المحطة التالية رياضية توني، فنتعرف خلالها على تمارين الكارديو للمبتدئين مع المدرب الرياضي يوسف قريب أوغلو في فقرة في الجسم السليم. صباح النور. صباح الخير. كيفك؟ صباح النور يوسف، كيفك؟ الحمد لله. أنت كيف؟ تمام. يعني تمارين الكارديو دايما بنتحمس لها لأنه هي بتحرق دهون. مزبوط. خبرنا إذا في فرق بين تمارين الكارديو للرجال والنساء أو بحسب الفئات العمرية، أو إذا بتختلف من أي فئة لفئة. تمام. هلأ إجمالا تمارين الكارديو هي الحركة السريعة اللي نكون عم نلهت فيها، هي ما عم تحرق لنا دهون قد ما هي عم تحرق سكر. إلا بحالة وحدة علمية، إذا إحنا مشينا 8 جماع ورا بعض عم نعمل هاي انتنسيتي، هو التمارين العالي تبع ضربات القلب لما تعلى، هون نحن مفروض بشيء اسمه فات زون، اللي هي المنطقة اللي بلشت نحرق فيها الكالوريز أو السعرات الحرارية. أما إذا فعلا نحن بدنا نحرق دهون أو ما يسمى الكالوريز، بدنا نكون عم نمشي على طريقة هادية، عم نتنفس طبيعي. هون بهيدي الطريقة بيعلى الأكسجين بالدم، الكريات الدم الحمراء بتعلى، بيوطى الأبيض عكس الكارديو الركض اللي حاعمله أنا هلا. هون منبلش بعد 20 دقيقة منفوت بمرحلة حرق الدهون. هذا الشيء كتير أساسي. بس إذا نحن عملنا هذه التمارين الرياضية بالبيت أو بالنادي الرياضي على وقت طويل، هو 8 جماع أو أكثر، ممكن أقل حسب جسم، بس مش أكثر من يعني مش أكثر من أقل من 5 شهور جماع، منفوت بهذه الحالة. بين المرأة وبين الرجال أو المرأة والرجل ما كتير في فرق، إلا شو شخص عم ياخد، زائد النوم كتير بيأثر والأكل أكتر بيأثر بهذا الموضوع، مثل ما أنا عودت العالم أحكي عن هذا الموضوع دايما. هلا أنا عرفت أنه تمارين الكارديو يمكن من أكتر التمارين يلي بتتنوع. نعم. يعني في أشكال مختلفة فيها. صح. هيدي بتبعد عنك الروتين بأثناء تمارين الرياضة. هي ممكن تكون عبارة عن ركض، ممكن الحركة السريعة بالإجرين، ممكن الحركة السريعة بالإجرين وبإيدين بنفس الوقت، ممكن نكون عم نعمل بوش أب على الأرض، هي تمارين الصدر، ممكن بس بالإجرين، ممكن السباحة.
ففي كل شيء بيعلي ضربات القلب عالي هي تعتبر كارديو، والكارديو فاسكولار هي مرتبطه بكلمه القلب، فالكارديو صحيح. هو القلب، مشان هيك نحن بنقول عنه كارديو. طيب من هون اهميه هيدي الفقره نشوف نعم. معك مختلف التمارين. تفضل. اوكي رح بلش انا التمارين هلا، اول شيء بلا وزن، حبلش كيف بنبلش نحن نعلي ضغط الدم لبلش على ضربه القلب شوي شوي مشان ما دغري نتعب. نعم. فحنبلش فيها اول شيء يلي هي التمارين المارشل، هي تمارين بيقولوا لها العسكرية، بلشوا فيها العسكر أو بعروض عسكرية. بهيدي الحالة أنا عم علي ضغط الدم شوي شوي، بس حرك إيدي، بلش حرك إيدي، بلش تسرع إنه علي ضغط دمي، فلأنه عم بعمل حركتين بنفس الوقت، عم حرك إيدي وبنفس الوقت عم حرك إجري. بهيدا الشكل أنا بمشي فيها دقيقة. هلا هو التمرين حيكون سريع شوي، بس النتيجة تبعته لازم تكون 20 دقيقة. فأنا بهاي اللي بضلني فيها دقيقة بنفس الوقت عم فوت اكسجين قد ما فيني مشان ما احس حالي انه تعبت دغري. اعتبر انه انا خلصت دقيقه هلا، دغري بنزل فيها، بنزل فيها وبطلع باجري لفوق، بنزل بطلع لفوق، وفيني احط ايدي ورا راسي، وفيني حرك بتشغل قرفصاء. هاي نوع من القرفصاء مزبوط. هيدي تمارين الاجرين، بنفس الوقت انا هلا عم حرك كتافي كمان، بس علي هيك عم شغل طرف معدتي، بعدني عم بنزل فيها، وفيني كمان نفس الشكل افتح اجري بهذا الشكل بس انزل فيها وعم بنزل هيك هيدا الشكل، كمان عم حرك ايدي واجري بنفس الوقت. هون انا عم هلا بلشت احس انه نفسي بلش يعلى لانه مش كثير محمى. طب هيدا الشكل عم تحكي كمان، هون التحدي تحديين بالضبط. بالحكي كمان بتعب اكثر صحيح. فبهيدا الشكل انا عم بعلي ضربات القلب وبلشت احس حالي انه انا عم بعرق. خلصت منهم هول، عملتهم كمان دقيقه، بنزل دغري فيها البوش اب. هلا انا حاعملها طريقة سهلة للعالم، يلي بحط ركبي على الأرض وبنزل فيها وبطلع، بنزل وبطلع فيها، بنزل بطلع هون. هلا هي أساسها بنكون عم ننط عن الأرض وعم نزقف فيها. فهذا الشكل مثل البوش أب العادية، عم نشغل الكتف. مزبوط، البوش أب عادي هي البوش أب، بنكون عم نعملها هيك وعم كف حالي بالهواء بهيدا الشكل. هون أنا خلصت فيها، بنزل بحط اجري هون، عم حرك ايدي. انا بالعاده بس حرك اجري، بس لما بكون عم حرك ايدي بكون عم علي ضربات قلب بعد اكثر. فمثل ما شايفين فيها معلى راسي لا اقدر شد معدتي. فبهيدا الشكل كمان دقيقه بكون عم بعملهم، خلصت منها. يعني كمان كانوا الاستراحه غير محبذه بهال الاستراحه اكيد، لا 120 دقيقه مش اكثر من هيك. هلا هون مثل ما انا هيك بدي انزل فيها واطلع. هيدي من اصعب التمارين، هي خاصه بالتمارين العسكريه. عم بنزل فيها هيك، هون بلش حس اجري عم بشده وحامل وزن، ضربات قلبي عليت اكثر. برجع كان بدها سرعه بديهه بتعاملك مع جسمك. اكيد اكيد. هلا هون كوردينيشن بدي اوقف فيها هيك واحد هيدا الشكل، بتشغل الكتاف الاماميه. عم شغل الكتاف الاماميه فيها، وبنفس الوقت انا قاعد على اجري وهون هيدا الشكل اجري كمان عم يشتغلوا حتى انا مش عم حركهم، بس حاط عليهم وزن جسمي. صحيح. فعم بعمل فيها هيك، او اذا بدي بطلع فيها كتاف هيدا الشكل. هون عم شغل عضله الجانبيه وعضله الاماميه هيدا الشكل. بلشت اتعب اكيد. يعطيك العافيه. الله يعافيك. فهون انا كنت عم حرك كتافي، برجع بايسبس كله عم بعمله بسرعه. انا وطيت ظهري قصدا لاقدر، كانه شادد من هون، هي مش على الفاضي، هي معناها ديد ليفت. سو من هون عم حرك البايسبس. يعني ريتا شوي فاتي منتجة الحلقة عم تسأل، بالفعل هذا كارديو؟ كأنه لا تمرين لكل العضلات، بس كأنك بتحرق لما تمرن كل العضلات بشكل سريع. هي السرعة، السرعة المطلوبة بهذا الموضوع. هلا أنا خلصت هون، برجع بطلع فيها. إذا ملاحظين عم بعملهم بسرعة مشان قد ما فيني أعلي ضربات قلبي تكون أسرع فيها. صحيح. خلصت فيها هون، برجع. هي الفكرة ممنوع نرتاح، هذا أساس الكارديو. بنزل فيها بس بدون ما ترتاح. هيك هالتمارين الدوخه فيها كثير وارده، صحيح؟ حسب شو اكلين. الترويقه كثير اساسيه. هلا انا اذا بنصعبها اكثر بطلع فيها، بطلع فيها، بطلع فيها. هون عم صعبها انا اكثر على حالي، اوكي؟ بضل عندي شغله وحده، يا ريت تمارين الظهر. هون بطلع فيها، هيدي اذا بتلاحظوا انا اول مره بعملهم
على الكاميرا هيدا الشكل عم بعمل كذا عضلي بنفس الوقت حسب ما كان عم تسمع ريتا. طب هيدا الشكل لازم ريتا تعمله انتو تعملوهن. عم تقلك بعد عندك دقيقتين. اوكي فهوني خلصتوا، بضل عندي تمرين واحد هو الترايسبس. هوني انا بهيدا الشكل بنزل برجع فيها لهون، لانه تمارين الاجرين هن الاساس انه يعلوا التستوستيرون ويخلونا نحس انه من جد بشغل القلب اكثر، ودليل انه بس نركض. فمن هون بنزل فيها هيك، هون عم شغل ترابيزس وكتاف بنفس الوقت، ظهري بده يكون جالس حسب ما شايفينه، عم بنزل فيها من ورا من هون. واذا بدي فينا كمان نفس الوقت اعمل بايسبس هيك بهذا الشكل. هون بحس انه اجري عم بيقولوا لي ارحموني. يعني اليوم ما بقى تتمرن بالنادي انت اكيد. هون خلص اليوم. هلا اجمالا بس نخلص هون، كيف اول شيء بلشت فيها بسرعه؟ بدي ارجع شوي شوي بلش وطي الهارت ريت ضربات القلب، بلش ارجع فوت الاكسجين شوي شوي، والاهم انه ما دغري اقعد، واذا بدي اشرب مي بدي احطهم بتمي شوي شوي نزلهم وما تكون مي بارده. انا اوقات كمان بعمل لونجز يلي هن صح بتمشي بس لونجز صحيح. اوكي هلا انا عملتها بغير شكل بتاخذ لون ركيبك لما نزلت فيها هيدي السايد لونجز بشكل مختلف. استوحيتي وعد؟ ايه صراحة. كيفك مع الرياضة؟ استوحيت مع انا حسيتك كوتش، يعني توصيت بالتمارين للشباب اكثر. لا لا لانه انا كنت عم بقول الكتاف والابر بادي. لا لا ما خص، نحن قلنا دائما بس نقطع فوق ال 15، اذا معي دقيقة اكيد حقطع فوق ال 15، نحن هون بطلنا عم نكبر عضلات. صار اسمه مسل تونيك، عم نشد العضل بس. نعم. سو هلا التركيز كان على النساء اكثر. نعم. دائما وعد هي المدافع عن حقوق المراه بصباح النور حتى الرياضه. بدنا نشكر جمعيه يا رجال العالم اتحدوا. طبعا بتعرف قبل ما نختم عندي هيك سؤال فضولي، اليوم بفقره السينما بدنا نحكي عن مخرجه تركيه اسمها انداش اوغلو. مزبوط تقربك؟ من العائله. من العائله. كلكم منجزين بالعائله. اكيد. شكرا لك المدرب الرياضي يوسف أوغلو، ومنشوفك أكيد بأيام مقبلة. شكرا مشاهدينا، نصل إلى أول فاصل، نتابع من بعده باقي فقراتنا وأيضا إطلالة من العاصمة السودانية الخرطوم. ابقوا معنا. صباح النور من جديد مشاهدين، والصباح النور. صباح النور سارة. تفتكري في ايه بيفكر توني؟ ما بعرف. هو جايب خبر لحد هلا ما عندنا نعرف من توني. اذا مشاهدينا الى خبر اليوم، وخبر اليوم مع توني. صباح النور مجددا وعاد، صباح النور مجددا سارة، صباح النور مجددا مشاهدينا. أول شبكة في العالم تنقل الأفكار من دماغ إلى آخر، فقد تمكن باحثون أمريكيون من تطوير ما وصفوه بشبكة اجتماعية للأدمغة تسمح للناس بنقل أفكار بعضهم إلى أدمغة بعض والعمل معا على حل الألغاز والأسرار في فرق تتكون من 3 أشخاص أو أكثر. وذكرت دورية Psychology Today أن علماء في جامعة واشنطن سياتل طوروا لعبة إلكترونية تسمح لأعضاء الفريق الواحد بالاعتماد على الإشارات الدماغية للتواصل ونقل الأفكار بينهم. وفي تمرين تجريبي استطاع اللاعبون التواصل بين بعضهم البعض من خلال التحديق في مصابيح LED دفعت أدمغتهم لنقل الأفكار عبر إصدارات كهربائية التقطتها المصابيح بواسطة أجهزة استشعار متطورة. واستخدمت الباحثة أندريا ستوكو المسؤولة عن بناء الشبكة أجهزة الاستشعار الكهربائي التي تسمح بتسجيل نشاط الدماغ لربطها بأجهزة التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة التي تقوم بدورها بنقل الإشارات مباشرة إلى الدماغ. ونقلت Psychology Today عن العلماء أن هذه الشبكة الدماغية يمكن أن تحل محل شبكات التواصل الاجتماعي وتخلق نوعا من التواصل السحابي أو ما يعرف إلكترونيا بالكلاودز بدل هدر الوقت بطباعة الكومنتس والرسائل. صبايا مخيفة بعض الشيء جدا، خصوصا للأشخاص يلي خصوصيتهم هالقد مقدسة بيرفضوا انه حدا او لعبه تخرق لهم افكارهم. شو رايكم؟ تعرف القسم الاخير من الخبر تحدث عن تبادل الافكار عن طريق موجات الكلاودز، يعني
أنا أؤمن بنظرية علم النفس اللي بتحكي عن توارد الأفكار باللاوعي الجماعي. هذا الشيء موجود يعني بحسب علم النفس. هلا بالباراسيكولوجي في قراءة الأفكار لم تثبت علميا طبعا، بس الكل عم فكر فيه إنه هالألعاب ولكنها يعني قاعدة صارتمت في الطب النفسي وحقك تأمني فيها طبعا. ولكن اللي كنت عم قوله انه هالالعاب انت بتختاري تلعبيها وتقرا لك افكارك، بس في ناس انت ما بتختاري وجودهم مقابلك او انك تواجهيهم وممكن يقروا افكارك، خصوصا اذا عندهم هن صفاء ذهني، هل بتخافي منهم؟ لولا الخيال لما تطور العلم. انا بشوف انه اذا نجحت هذه التجارب ربما تكون سلسلة أو بداية لجهاز يقرأ أفكارك بدون ما أنت تختار أنك تشارك، وهذا شيء مرعب ومخيف وأكيد غير مقبول. أصبحت الخصوصية في خطر كبير جدا. ماذا أريد أن أشارك من أفكاري، ماذا أريد أن لا أشارك؟ يعني المفروض أن الحرية تكون لي أنا، ولكن صار في بعدين فكرة تانية جات على بالي، ما في حرية مع تكنولوجيا، ما في حرية. صحيح، ما بدا تأثير على المخ، ما احنا بندخل داخل المخ وبنقرأ واشعة مغناطيسية وما عارفة، فما هو التأثير على المخ؟ بتوقع انه ما من هون اهمية نحن نختار الالعاب او الناس. انا عندي سؤال توني، مثل تطبيق واتساب مثلا باخر تحديثاته يعني من فترة قديمة صار يعطيك اشارة انه وصلت الرسالة، اشارتين انه اراها الشخص كمان. صحيح. فاذا انا بعت لك خبر بهاي الطريقة كيف الاشارة بدها تطلع؟ لانه اكيد بعد يعني مثل ما قالت ساره التطور بده يكون مرعب. صحيح. انتم بتقصدوا تتحكموا بخصوصيات وسائل التواصل الاجتماعي او الالكترونيات الموجوده بين ايديكم؟ بالتاكيد. انا ساره لغيت كثير من التطبيقات الموجوده على هاتفي لانها ما بتحترم خصوصيتي، يعني لغيتها. لماذا؟ لانها بتعطيني الاحساس انه انا مراقبه، يعني انا موجوده او مش موجوده، انا ما بسمح بها وبحس انها مزعجه بالنسبه لي، فاضطريت انه انا الغيها. يعني الاحتماليه او الخيار موجود. صح. علينا نحن انه هل قد نقدس خصوصيتنا، لانه هيدا مفتاح للسعاده بالنهايه. صحيح. اكيد. بس ما تتطور بشكل تخترقنا بدون ما نختار. انت سيده الموقف. صحيح. في هذا الوقت مشاهدينا سنذهب الى المطبخ مع شيف فؤاد لمساته السحريه الشهيه ولا أسفل. صباح النور مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم. اليوم مثل ما حكينا بأول حلقة بنهاية هالأسبوع بهالويكند بدنا نحضر أطباق حلويات جدا مميزة. اليوم الطبق الأولاني اللي حنحضره هو كيك بالموز والفستق الحلبي، جدا سهلة وبسيطة ومكوناتها منها كتيرة. كناية عن الموز اللي أنا حطيتهم بالفريزر تقريبا لحوالي ليلة، يعني من قبل بليلة حطيتهم بالفريزر، الصبح بمجرد ما نشيلهم نلاقي القشره تحول لونها للون البني، بتتقشر بتصير عندنا الموزه كثير طريه ومستويه، هذا الشيء بيساعدنا حتى نقدر نهرسها ونحطها تكون مدموجه بقلب عجينه الكيك. طبعا بالاضافه للفستق الحلبي والطحين والسكر والبيض، والشيء جدا الاساسي بمجرد ما انا ضفت الفستق الحلبي، والفستق الحلبي من المواد من المكسرات اذا بدكم اللي تحتوي على زيوت، يعني هيدي فيها وزن، ومجرد ما طحناها حيصير وقت تفوت على الفرن حيطلع منها الزيوت. لهيدا السبب انا بدي استعين بالبيكنج صودا، بدي احط بيكنج باودر وبدي احط بيكنج صودا لحتى اخلي هذا الكيك يرفخ ويعطينا الفوليوم المطلوب. بهيدا الوقت رح بلش انا اول شيء بهرس الموز، رح بلش اهرسهم، وكمان انا عم بهرسهم ما بدي هون يكونوا كثير ناعمين، بدي اخلي فيهم قطع من الموز تكون مبينه، السبب لحتى تبقى الطعمه موجوده طبعا. وبنصح شغله، ما نطحن الموز بالمطحنه الكهربائيه لانه حتختلف معنا التكستور تبعت الكيك، يعني النعوميه تبعت الكيك بتختلف حتى الطعمه، وبالاضافه انه بصير عندنا بيتحول الموز بقلب الجاتو للون الاسود. نحن بدنا نحاول نخلي اللون الفاتح قدر الامكان ممكن، اكيد الموز رح يتغير لونه ويرجع، بس طبيعي ما فينا نقدر نحافظ على لون اكثر ما فينا. هلا بهالمرحلة هون صار عندي الموز جاهزين، رح اخذ معلقة بلش ادمج هيدي المكونات مع بعضها. بالبداية بالجاط هون رح احط الطحين
وفستق الحلبي. طبعا مش كل كميه الفستق اللي انا حاطه هون، بدي اخلي شوي للتزيين، مع نص كميه السكر. بدي اخلطهم مع بعضهم بطريقه انه خلي مكونات تندمج مع بعضها، مواد الجافه. اذا بتلاحظوا حطيت السكر والفستق والطحين، ما حطيت الباكينج سودا ولا الباكينج باودر ولا الفانيليا. بدي اخلي اول شيء هذا المكونات تنخلط مع بعضها. مثل ما شايفين صار عندي الطحين والفستق الحلبي والسكر مخلوطين منيح مع بعض. بضيف رشه الملح هون وبدي اخلط، بدي اتاكد انه الملح توزعت بكل كميه الطحين. كمان مشاهدينا بهذا الوقت كمان مثل ما شايفين عم تمرق المقادير على الشاشه، مقادير هالوصفه جدا سهله وبسيطه. وبرجع بقول عم نعمل انواع حلويات جدا بسيطه، منا بحاجه لاستعمال مكنات كهربائيه حتى نطلع حتى نخلي هالكيك تنجح، لانه دائما بيقولوا لكم انه الكيك لازم يكون في عندكم مكنه كهربائيه هي الخفاقه لحتى يطلع الجاتو مزبوط. انا عم بشتغل اغلب اصناف الحلويات باستعمال الملعقه الخشبيه لحتى تكون بالفعل عم تطلع نتيجه معنا ناجحه وعم بتشوفوها. رح اخذ الفانيليا البودره ورشها. طبعا الفانيليا نحن عم نحكي الفانيليا البودره هي البيضه المخلوطه طبعا مع السكر، كمان عم ضيفها وحركها مزبوط. هلا هون مثل ما شايفين وقتها خلطت الطحين والفستق الحلبي مع بعضهم، رح شيلهم. عندي بعد نص كميه السكر اللي انا كان لازم استعملها، رح اجيب الباكينج باودر حتى على السكر. قدر الامكان قد ما فيي بدي بيعد الباكينج باودر والباكينج سودا عن الملح. بهيدي الطريقه اللي انا عم بعملها وقت عم برجع بخلط الباكينج باودر مع السكر، وقتها بدي ارجع اضيفهم على الطحين حتختلف معي التكستور، يعني حيختلفوا الدمج تبعهم وحيبطلوا عم بيكونوا مباشره على بعضهم. حطينا الباكينج باودر على السكر ورجعنا ضفناهم على باقي الخليط. هلا رح ضيف الباكينج سودا وكمان رح قلبها. بهالمرحلة هون صار عندي الباكينج باودر الباكينج سودا والملح مخلوطين بطريقة كتير منيحة. لأ مثل ما بتعرفوا دايما بقول انه الملح هو بيقتل هيدي الخمائر، يعني بيوقف عمل الباكينج باودر والباكينج سودا. اما بالطريقه اللي هلا اشتغلت فيها انا ابدا ما خليت الملح يوقف لي عمل هيدا المكونين بالتحديد. رح اضيف عليهم الموز المهروس وبلش اقلبهم مع بعضهم. طبعا بالبدايه رح تكون الشغلة شوي صعبة، حنلاقي انه عم تتحول لعجين. رح ضيف البيض هلا عليهم مثل ما شايفين صارت عندي عم تعمل عجين. رح ضيف البيض ورح بلش اعجن ارجع عن جديد. طبعا هيدي العجينة ما رح تكون عنا عجينة كيك طرية ولكن حتكون شوي سميكة، وهيدا الهدف منا نحن لحتى نطلع كيك هاش. ما ضروري نحن، لأنه عادة كثير أشخاص بيقولون لك كل ما كانت العجينة طرية كل ما بيطلع الكيك فلافي أكثر، لا بالعكس هيدا منه شيء صحيح. كل ما كانت العجينة سميكة وشغلينها بطريقة مكوناتها مدموجة بشكل صحيح بالتحديد الباكينج سودا، تأكدوا أنه حتحصلوا على نتيجة كيك بالفعل ناجحة. إذا عم تلاحظوا عم تتحول معي لعجينة. هون رح ضيف كمية الزيت. أنا هون ما عم بخلي كمية الزيت الفستق تطلع، أنا عم غطيها بزيت النباتي. رح أقلبهم بهيدا الشكل. بهيدا الوقت أنا لأنه لازم ريح هيدي العجينة حوالي 10 دقايق لأقدر أسكبها وأخبزها، رح أرجع لعندكم واعد وسارة أكيد بعد شوي بتكون ارتاحت بنرجع بنخبزها. شكرا جزيلا شيف. الآن مشاهدينا سننتقل إلى السودان للإضاءة على عمل منظمة عون المرأة السودانية. من هنا يسرنا أن نستضيف مباشرة من الخرطوم عبر الأقمار الاصطناعية عضو المنظمة نسرين التقي. صباح النور نسرين.
اهلا، صباح النور. يسعد صباحك. نسرين، في البدايه كلمينا عن المنظمه، انتم بداتوا كحركه تطوعيه، كيف تطور عملكم لليوم لحد ما اصبحت منظمه، وليه بتركزوا على الدعم القانوني بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله. في البدايه ساتحدث عن المنظمه بصوره عامه. هي منظمة عون المرأة السودانية تهتم بقضايا المرأة بصورة عامة، وتركز على المرأة المطلقة والأرملة بصورة خاصة. بداية المنظمة كما ذكرتي أختي الكريمة كانت هي حركة المرأة والتغيير، بدأت قبل عام بصفحة في وسائل التواصل الاجتماعي الفيس والواتس، جروب صغير في الواتس وصفحة في الفيس. بعد زمن وجيز بلغ أعداد الصفحة، أعداد أعضاء الصفحة 12,000 عضو. لحساسية وأهمية القوانين المواضيع التي تتناولها هذه الصفحة، والحمد لله بعد عام في سبتمبر الماضي تم تسجيل حركة المرأة والتغيير في مفوضية العون الإنساني كمنظمة تحت اسم منظمة عون المرأة السودانية، سودانيز وومن ايد اورجنايزيشن. تم هذا في سبتمبر الماضي بحمد الله. المنظمة هي تركز على دعم المرأة المطلقة لما تواجهه من صراعات ما بعد الطلاق. نعم. طيب، هل توافقين أن دعم المرأة يبدأ أولا في تعريفها على حقوقها جيدا حتى تعرف متى يتم انتهاكها، ومتى تلجأ، يجب أن تلجأ إلى القانون، وكيف تعملون على نشر الثقافة القانونية؟ طبعا أكيد أنه يجب، يعني مش أنه أوافق، بل يجب على أي امرأة أن تكون على دراية وعلم تام بقانون الأحوال الشخصية السوداني لعام 1991، أن تعرف ما لها وما عليها من حقوق وواجبات، وتعرف متى يمكنها أن تلجأ إلى القضاء وللقانون. وذلك يعني لا يجب أن يكون للمرأة فقط من وجهة نظري، بل يجب أن تنتشر الثقافة القانونية على جميع أفراد المجتمع، نساء ورجال، في مختلف القوانين وليس قانون الأحوال الشخصية فقط. فنحن في المنظمة نحاول أن نلفت النظر إلى نشر الثقافة القانونية بصورة عامة، وقانون الأحوال الشخصية للنساء بصورة خاصة، ونحاول لفت النظر لتعديل القوانين والتشريعات ذات الصلة بقضايا المرأة، وخاصة قانون الأحوال الشخصية 1991، فحيث به كثير من الثغرات التي تساهم في إتاحة الفرصة للزوج بالضغط على مطلقته أو زوجته بأبنائها. وهنا نسرين لو تسمح لي أنه أنا قاطعك، دائما لما بنحل مشاكل المرأة المطلقة القانونية كثير بتطول الأطفال، أو في أكثر الأوقات بتطول الأطفال، يعني القضايا بتحل قضايا مصيرية بتتعلق بحياة الأطفال. كلمينا عن أكثر المواضيع الأكثر شيوعا اللي بتعالجوها فيما يخص هذا النوع من القضايا. طيب نعم، احنا صراحه في المنظمه الفكره هي يعني توفير او توفيق حياه زوجيه سعيده او طلاق امن، لانه في فعلا يعني في هذه الصراعات من يدفع الثمن هو الاطفال، يعني ففي قضايا كثيره الحمد لله تم حلها في المنظمه. فممكن اديك اكثر، يعني اكثر القضايا كانت يعني لها تقل في المنظمه هي قضيه الطفل موسى. موسى هو طفل صغير، امه مغربيه وابوه سوداني، تزوجا في ليبيا وانفصلوا بعد زمن قصير. بطريقة ما نجح الأب في أنه يقنع الأم، بعد الانفصال عادت إلى ليبيا، ونجح الأب في أن بإقناعها بإرسال موسى له في السودان حتى يتعرف على أهله، وفعلا وافقت الأم على ذلك، ولم يسمح لها الأب بأخذ ابنها والعودة به إلى ليبيا مرة أخرى. طيب. وتزوج الأب، تعرض موسى لاضطهاد ويعني وعنف، يعني بس وفصلوا عن أمه يعني بطبيعة الحال كثير.
وفصل عن أمه. أمه حاولت بكل السبل إنها تحاول تجيبه عنده. هو عنده أخ تاني كان أصغر منه وقلت تربيهم مع بعض، بس ما كان في يعني استجابة من الأب. فلجأت لنا في المنظمة وقمنا بفتح بلاغ في الأب ابتداء وعرض القضية على السفارة المغربية. مشكورة جدا يعني القنصل مصطفى كان يتابع معي الإجراءات أول بأول إلى وحاولنا محاولات التوفيق أو التفاهم مع الأب عن طريق جمعية الصداقة السودانية المغربية برئاسة الأستاذ خالد الشاعر، ولم ننجح في الوصول إلى تفاهم مع الأب. تولت القضية بعدها المستشارة في دولة النائب العام الأستاذة هند الريح، ونجحت في التفاهم مع الأب وأعطانا إذن بالسفر لموسى، وكانت يعني من أجمل يعني اللحظات التي عشناها. وتابع سفر موسى وملاقات أمه في المطار، وهو الآن الحمد لله يعيش معها حياة سعيدة والحمد لله. يعني شكرا. يعني نسرين اللي بتعملوه حاجة مهمة جدا، وكمان مع انه اسم المنظمة منظمة تعاون المرأة السودانية، الا انكم ما بتفرقوا لما بتجوا تخدموا او تجوا تساعدوا ما بين السودانية وغيرها. كمنا بنتمنى انه نتكلم معك اكثر لأهمية الموضوع، ولكن للأسف داهمنا الوقت. عضو منظمة تعاون المرأة السودانية سيدة نسرين التقي، شكرا لك، حدثينا مباشرة من العاصمة السودانية الخرطوم. الله يخليك، شكرا لك، تسلمي. اهلا وسهلا. الآن نعود إلى المطبخ، نعود إلى المطبخ إذا مشاهدينا إلى الشيف فؤاد ولا أشهر. مشاهدينا صباح النور مرة جديدة، أهلا وسهلا فيكم. مثل ما حكينا قبل شوي، كنت حضرت أنا خلطة هيدا الكيك بالموز والفستق الحلبي. طبعا مثل ما شفنا هرسنا الموز، بعدين خلطت الطحين والسكر مع بعضهم، بعدين ضفت عليهم الفستق الحلبي، بعدين ضفنا الملح، بعدين ضفنا الفانيليا، خلطنا البيكنج باودر مع كمية السكر المتبقية، بعدين ضفناهم على الخليط كله، بالآخر ضفنا البيكنج صودا. انخلطت كل المكونات مع بعضها مع إضافة الموز المهروس والبيض، خلطناهم مزبوط مع إضافة كمية بسيطة من الزيت، وريحتها مثل ما قلت مفروض ترتاح ربع ساعة. طبعا أنا كنت محضر منها قبل شوي يعني، وارتاحت عندي العجينة مزبوط مثل ما شايفين. من بعد ما ارتاحت صارت متماسكة أكثر، ناعمة. بنفس الوقت الفستق الحلبي صارت حبوب الفستق ظاهرة فيها أكثر، حتى الزيوت الموجودة داخل هيدي حبوب الفستق بلشت عم تطلع وتعطيني اللون والطعمة اللي نحن بدنا إياها. طبعا بكتير أوقات ممكن إضافة الملون الأخضر لحتى نحصل عفوا على كيك فعلا لونه أخضر ونقول هيدا فستق حلبي. أنا بحب استبعد عن هيدي الأمور، ما بدي أخذ اللون الأخضر الغير طبيعي، بدي أخلي اللون الأخضر الطبيعي الموجود بهيدا الكيك أحصل عليه هون. من بعد أنا ما ريحتها تقريبا ربع ساعة بالبراد، بدي أرجع خلي دمج لهيدي العجينة من جديد، لأنه هون الخمائر بتكون ارتاحت، بدي أرجع أنا خليها تتحرك أكتر. كل ما هنالك بصير بعمل بالعجنة بهيدا الشكل، مثل كأنه عم نضرب العجين من تحت لفوق، يعني عم نخليهم تنزل وتطلع، تنزل وتطلع بهيدا الشكل. هيدا نحن بنقول له ضرب العجين. هيدي طريقة عم خلي ارجع نشط الباكينج باودر والباكينج صودا الموجودة بقلبها لحتى تكون ترجع تطلع معي العجينة الكيك رافخة بشكل المطلوب. طبعا بالإضافة لنذكر انه نحن البيض ما خفقناهن، البيض ضفناهن على العجين، وهيدا الشيء نحن اللي بيساعدنا هلا انه نحصل على هيدي العجينه بالفعل ناجحه. حتى دمج الفستق الحلبي مع الموز جدا شيء مميز وطعمه جدا مميزه. طبعا بمجرد ما هلا حركتها كلها ودمجتهم مع بعضهم، بدي اوضح شغله على قصه البيكنج باودر والبيكنج صودا. هن اذا بدكم باغلب الاوقات بنقول انه هن ذات الشيء، هو الفرق بيناتهم انه الباكينج صودا هي من الخمائر اللي بتعطي فوليوم للكيك بس بطريقه مختلفه عن الباكينج باودر. دائما الباكينج صودا بتستعمل للاشياء الثقيله، يعني دائما وقت اذا انا عم بجي بحضر كيك بقلبها مثل اليوم فستق حلبي، او ممكن يكون بقلبها لبن، او ممكن يكون بقلبها الجبنه القابله للدهن، هيدي القصص بتصير فيها وزن، فهيدي الوزن قد ما ضفنا كمية من الباكينج باودر ما بتخليها تطلع، أما الباكينج صودا بساعد الباكينج باودر لحتى
تقب هيدي الوصفة مثل ما لازم، يعني خلي الرفخ بالكيك يطلع معنا بشكل أسرع وأسهل، وبنفس الوقت ما بيعطي طعمه، لأنه بتعرفوا البيكنج باودر في معنا معيار محدد ماكسيموم نقدر نحط بالوصفة معلقة كبيرة، ما فينا نتخطى هذا العيار لسبب أنه هذا الشيء بيأثر على المعدة، بالإضافة لبيعطي نكهة طعمة مرورة بقلب الكيك. لهذا السبب دمج البيكنج باودر مع البيكنج سودا بقلب الحلويات بتخلينا نبعد عن هيدي الريحة وتأثر عن بتبطل تأثر على المعدة، وبنفس الوقت بتعطينا نتيجة سريعة وفوليوم عالي ومبطل أحصل على طعمة مرورة. مثل ما شايفين هلا العجينة صارت جاهزة عندي، رح آخذ قالب خاص للفرن زجاجي، بدي أدهنه بالزيت. طبعا هي العجينة فيها مكونات وفيها زيت والبيض وكل هيدا الشيء ما رح تلزق، بس أنا بفضل أدهن بالزيت الدواير لحتى أحصل عليها بالآخر أقدر أشيلها من القالب، أو إذا كان بدي أقدمها بالقالب ذاته بكون أنا أخليها طريقة التقطيع وقتها بدي أرجع أقدمها تكون سهلة علي أكثر. هلا رح ناخذ لوش ونسكبها هون بقلب هيدا القالب. رح ضيفهم هون مثل ما شايفين البدائل، يعني انت تكلمت عن البيكنج باودر والبيكنج صودا، كمان احيانا بنستعمل خميره مزبوط، صح؟ ممكن نستعملها مع الكيك او في حالتنا هنا او لا؟ بالكيك ممكن تستعمل، في المره الماضيه وقت حضرت الكيك بالشوكولا كنت استعملت فيها الخميره، بس الخميره تستعمل بتقريبا 20% من اصناف الحلويات كالكيك عم نحكي، تستعمل باغلب الاحيان بالعجاين، يعني بالمعجنات بالعجين البيضاء بعجينه البيتزا بهيدي العجين بتستعمل الخميره. ممكن اوقات نقدر نضيف شوي بيكنج باودر او بيكنج صودا مع العجين، مثلا بعجينه البيتزا بقدر انا اضيف بيكنج باودر او بقدر اضيف بيكنج صودا، بس على شرط الخميره بدها تكون موجوده. السبب باضافه البيكنج باودر او البيكنج صودا بيعطيني نتيجه اسرع بتصير، بس النتيجه الفوريه اللي رح ناخذها بالفوليوم تبع العجين هو من الخميره اكيد مش من البيكنج باودر، عم نحكي بالعجين. هلا مثل ما شايفين عم حط كل هيدول المكونات بقلب هيدا القالب، إذا عم تلاحظوا ما كتير عم كتر كمية لأنه بعد في عنا فوليوم بده يرفخ، بدها تطلع معنا الكيك أعلى، رح ضيفهم بهذا الشكل وبدي حطهم بالفرن على حرارة 175 حوالي 25 ل 30 دقيقة لحتى يكون هذا الكيك استوى. مثل ما شايفين حطيت أنا الكمية المناسبة بقلب القالب، رح آخذ كمية بسيطة من الفستق الحلبي المبروش اللي عندي المطحون ورشهم على الوجه، وبهيدا الشكل وقت انا برشهم عم بخلي احصل على شكل مميز من بعد الخبيز لهيدا الكيك. وهون برجع بقول نحن لو اضافه البيكنج صودا رح تساعدنا انه ترفخ هيدا الشيء، دائما بنقول على وجه الكيك ما تحطوا شيء ببطل يرفخ، بهيدي الطريقه وبهيدي الوصفه ما بتعطلوا هم، فيكم تضيفوا المكونات على الوجه وكمان بتطلع النتيجه ناجحه. هلا رح احطها بالفرن وبعد شوي بتصير مستويه ونورجيكم اياها. رح ارجع لعندك واحد وساره، اكيد بعد شوي بدنا نحضر كرامبل التفاح. شكرا شيف. مشاهدينا فاصل جديد نتابع بعده، انتظروا. مشاهدينا من جديد صباح النور لكم، الان على راس الساعه موعدنا متجدد مع الوقفه السياسيه مع الزميله ليال بشاره مع الخبر. سارة مشاهدين أهلا بكم من جديد، وهذا موجز لأهم الأخبار. وزارة الخارجية التركية تستدعي السفير السعودي للتشاور بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية المملكة في اسطنبول. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول خلال كلمة أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية في أنقرة إن تركيا لن تغادر سوريا قبل أن يجري الشعب السوري انتخابات. مفوضية الانتخابات الكردية تقول إن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم متقدم في الانتخابات البرلمانية في أقليم كردستان العراق بعد أحصاء 85% من الأصوات، وحزب الاتحاد الوطني يهدد بأنه قد لا يعترف بنتائج الانتخابات بسبب ما وصفها بانتهاكات شابت عملية التصويت.
الولايات المتحدة تتهم 7 ضباط مخابرات النروس بالتخطيط لاختراق شبكات الكمبيوتر وسرقة بيانات من شركة ويستينغ هاوس إلكتريك للطاقة النووية ومن وكالات لمكافحة استخدام المنشطات ومن اتحادات رياضية وكذلك من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. المرشد الإيراني علي خامنئي يقر في خطاب له بالأزمة الاقتصادية التي تواجه بلاده مؤكدا قدرتها على إفشال العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. مشاهدينا ختام الموجز، أتى اتهام رئيس فريق خبراء الأمم المتحدة المكلف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن كمال الجندوبي للسعودية والإمارات بعرقلة التحقيق في انتهاكات ترتكب في اليمن ليثقل كاهل الدولتين في حرب تقودها منذ نحو 3 سنوات أسفرت عن أزمة إنسانية ومجاعة واسعة توشك أن تصبح واقعا في بلد تحاول الدول الإقليمية المحيطة به السيطرة عليه والاحتفاظ بموطئ قدم لها على مضيق باب المندب الذي تمر عبره التجارة العالمية. هذا ناهيك عن تطورات الجنوب منها التظاهرات في عدن وتعز وحتى في صنعاء بالشمال رفضا للأوضاع الاقتصادية السيئة دفعت المجلس الانتقالي في الجنوب للدعوة إلى انقلاب على حكومة عبد الرب منصور هادي التي حملها مسؤولية تدهور الأوضاع في مشهد يعكس تناقض المصالح السعودية الداعمة لحكومة منصور هادي والإماراتية التي تؤيد الحركات الانفصالية في الجنوب اليمني. هذا هو موضوع نقاشنا مع الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان. صباح الخير. صباح النور أستاذ توفيق شومان، وأهلا بك. تحياتي لك. لا لك، شكرا جزيلا. أستاذ توفيق، نبدأ من آخر التطورات، دعوة ناشطين يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرات بالجنوب وأيضا بالشمال في صنعاء رفضا للأوضاع الاقتصادية السيئة بعد سنوات طويلة من حرب كبدت جميع اليمنيين باختلاف انتماءاتهم الكثير خاصة في صعيد على صعيد الحياة اليومية باليمن. إن دلت على شيء، ما هو اليوم وهل بدأت اليوم أصوات اليمنيين تتعالى رفضا لحرب وجدوا نفسهم رهينة لها باليمن؟ تحياتي مرة جيدة إليك. نعم، يبدو الأمر هكذا، يعني الشعارات على سبيل المثال التي رفعت في تعز بالتحديد أنه هذا نفطنا وليس هبات منكم، وبالتالي هذه موانئنا، وبالتالي هذه ثروتنا وليست تبرعاتكم. هناك يعني تململ واضح، ربما أيضا وصل إلى حالة الصدام النفسي، لا أقول الصدام العسكري، ربما في مرحلة لاحقة هذا الأمر سوف يصل. الأمر ذاته لو قلبنا الصفحة باتجاه عدن على سبيل المثال، وبالتالي التظاهرات العارمة التي حدثت أمس بوجه حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي، هذا انشقاق واضح تماما، وبالتالي هناك دعم إماراتي على ما يبدو، ووراءه أيضا خلاف سعودي إماراتي حول عدن وسيطرة عليها. يعني لو أعدنا قراءة البيان الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي، واضح تماما هو يقول ما يسمى بالحكومة الشرعية، وبالتالي نحن في حل من العلاقة معها، وبالتالي دعا أيضا إلى السيطرة على كل المناطق والإدارات الرسمية. يعني يقول لحكومة عبد الرب منصور هادي طلعي برا. هذا إن دل على شيء، ما هو وكيف سينعكس على تطورات الميدان باليمن التحالف الذي يقود حرب باليمن بالتعاون مع هاتين الدولتين السعودية والإمارات؟ يعني واضح تماما بأنه مثلا عندما بدأ المبعوث الدولي الجديد على الأقل، حتى يعني المبعوثين الذين سبقوه، كان المجلس الانتقالي غير ممثل في لجنة الحوار أو في الحوار. الآن المبعوث الدولي البريطاني زار، يعني اجتمع مع عدلوس الزبيدي في عدن اليوم. وبالتالي أنه على ما يبدو سوف يشترك في المفاوضات المقبلة المقررة في الشهر المقبل في نوفمبر. يعني هذا يعني رفض الرئيس عبد الرب منصور هادي هذه المشاركة، لأنه يصبح عندك أكثر من سلطة، سلطة ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي، أقول للمتأيرين للحلف السعودي الإماراتي واليمني، وسلطة أخرى ممثلة بعدلوس الزبيدي، بينما في الشمال هناك سلطة تقريبا واحدة هي حركة أنصار الله. طب هذه هل تعقد مسار الحل السياسي طبعا. المفاوضات المرتقبة انطلاقا مجددا بعد فشل محادثات بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد. يعني هنا أيضا يعني هذا يمكن أن أصف هذا السؤال بأنه سيد الأسئلة، أنه الآن في عندك طرف جديد دخل على خط المفاوضات، وكان هناك ممثل وحيد في المفاوضات هو
الرئيس عبد ربه منصور هذا المحسوب على المملكة العربية السعودية. الآن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي على ما يبدو هناك قرار دولي أو على الأقل أنه هذا ما يعمل عليه المبعوث الدولي لإشراك المجلس الانتقالي الجنوبي. يعني نحن أمام سلطتين الآن في الجنوب، وبالتالي سلطتين يعني أمام خلافات في الجنوب، كان على المستوى السياسي أو أولا على المستوى الإقليمي إماراتي سعودي، اثنين على المستوى اليمني المحلي يمني يمني، زائد ما له علاقة أيضا بالتداعيات الاقتصادية والأمنية. يعني في المرحلة المقبلة قد نشهد تشكيل حكومة خاصة في 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 عدن وفي اليمن الجنوبي. طب ما السر اليوم خروج المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الساحة من جديد بعد تغييبه لفترة عن طاولة المحادثات التي جرت حوله؟ هو على ما يبدو الخلاف السعودي الإمارات، يعني المعروف واضح تماما أنه قبل فترة كان هناك اشتباك بين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي. وما الذي أدى اليوم إلى عودته إلى الساحة من جديد؟ إلى دعم إماراتي ولكن السعودية لغاية الآن لم تسلم بالسيطرة الإماراتية المطلقة على الجنوب. الإماراتيون على كل يعملون وفق السياق وفق الطريق واضحة. يعني هنا على ما يبدو الإماراتيون يخططون في المستقبل لتكون هيمنتهم الاقتصادية والسياسية والمرفئية، أقصد ما له علاقة بالمرافق وتحديدا عدن الذي يشكل أو الذي يعتبر على الأقل ويصنف ثالث مرفأ في العالم من حيث الأهمية وعمق المياه إلى آخره، بينما السعوديون يهمهم أمر الشمال وتحديدا حركة أنصار الله. ولكن حتى أنه في محافظات الشمال قبل فترة خرج إلى متظاهرون في المهرة يعني ونددوا بالسعودية وأحرقوا صور زعماء الإمارات والسعودية. نعم، يعني حتى اليوم بدعوات الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي هناك أيضا دعوات للتظاهر بصنعاء العاصمة بشمال البلاد رفضا للأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها كافة اليمنيين على الأراضي اليمنية. جماعة الحوثي استبقت هذه الدعوات ببيان أمني شديد اللهجة حذرت فيه من الانخراط بهذه الدعوات. هل هناك خشية ما يخشاها الحوثيون خاصة انقلاب اليوم داخل الشمال؟ لا، واضح تماما، هذا أمر أكيد، هذا أمر أكيد بدون شك. يعني الأوضاع الاقتصادية المتردية تجمع مختلف اليمنيين، يعني حتى يعني إن ما قالوا إن التحالف اليوم يتحمل عبء هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة نظرا للحظر المفروض على اليمن، ولكن الحوثيين أيضا يقولون إنهم كانوا الأساس باندلاع هذه الحرب بعد ذهابهم إلى صنعاء والسيطرة يعني على عاصمة البلاد. لنقول إن الألم واحد ولكن الهدف أكثر من واحد. يعني هلا الذي يجمع اليمنيون الان انه في تردي للوضع الاقتصادي وفي رفض لهذا الوضع. هل هي ثوره جياع اليوم ترتسم بالافق؟ نعم، هم يتحدثون عن ذلك، ولكن المشكله انه يعني لا في تعز ولا في عدن ولا في صنعاء يوجد مشروع واحد لليمنيين. يعني كل واحد يشكو التحالف وأيضا يتهم التحالف بأنه وراء تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ولكن كل طرف يعمل في خريطته الخاصة. أستاذ توفيق، هل التمس مارتن جريفيث خطورة هذه الأوضاع الاقتصادية؟ ومن هنا كانت زيارته إلى الإمارات ولقاء رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي. هو قال بأنه الحل أو يجب أن تعطى الأولوية للحل الاقتصادي. يعني الريال اليمني وصل 800 ريال دولار إلى 800 ريال، فقد أكثر من 200% من كان 2015 تقريبا بالعام 2014 كان بحدود 250 50. عفوا الآن تقريبا قارب عتبة 850 ريال دولار. نعم، وأيضا هناك توقعات قد يصل إلى 1000 يعني خلال آخر السنة أو خلال البعض يقول خلال هذا الشهر أو آخر الشهر المقبل. هو يقول أنه لابد من ترتيب الأوضاع الاقتصادية في اليمن لمنع المزيد من التدهور. طبعا السعودية ضخت 200 مليون دولار. هل هي كافية اليوم؟ لا، وهذا هو الذي يقوله اليمنيون، أنه 200 مليون دولار الذي ضختها السعودية في البنك المركزي الإماراتي هذا نوع من المخدر والمسكن المؤقت، علما بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي كانت طالبة بمليار دولار. نعم، بس أن السعودية تأخرت نوعا ما عن ضخ هذه الأموال لأن الأزمة الأزمة تفشت منذ أكثر من شهر، يمكن القول الارتفاع الكبير يعني من أغسطس الماضي بالتحديد ولكن انه واضح تماما انه السعوديه هي لا تريد ان يعني ان تنتش اليمن من مأزق الاقتصادي، هي تعطي مسكنات ومهدئات، وبالتالي انه يعني الدفع الكلي والمطلق هذا يؤدي الى تمرد حلفائها عليها. لا، هي تعطيهم بالقطاره من اجل البقاء
على الإمساك بهم والاستمرار بالإمساك بهم. أستاذ توفيق شومان، هل كانت الأوضاع الاقتصادية ما لم تعطه السعودية والإمارات هذه الأهمية عندما أطلقت الحرب على اليمن؟ لا طبعا لم تكن الأمر هكذا بدون شك، يعني إنه اليمن محسوب أو مصنف ضمن الدول الفقيرة بدون شك، ولكن بالوقت نفسه لم تكن الأمور على هذه الرداءة ولا على هذا السوء، زائد أيضا بأنه الاستخراج النفطي واستخراج الغاز كان اليمن أيضا واعدا بهذا الأمر. يعني الآن كل الخبراء الاقتصاديين على سبيل المثال يقولون بأنه لو سمحت الإمارات باستخراج النفط في ثلاث حقول بصورة أساسية، واحد يمكن الاستخراج 40,000 برميل يوميا، والثاني 35,000، والثالث 20,000، لم تكن الأوضاع الاقتصادية لتصل إلى هذا المستوى وإلى هذا الدرك الأسفل من التردي. زائد أيضا لو تسمح الإمارات بتصدير الغاز يدخل إلى الخزينة اليمنية حوالي مليار دولار. طب ما الهدف الإماراتي من هذا كله؟ الإمساك السياسي والإمساك الأمني، والمعروف أيضا يعني بأنه الإمارات العربية المتحدة تعمل على تشكيل أجنحة عسكرية في الجنوب. يعني أنت عندك من عدن إلى حضرموت إلى ما يسمى بالأحزمة الأمنية، وبالتالي تشكل فصائل معينة، وكل فصيل يعني علاقته سيئة مع الفصيل الآخر. يعني لا أريد أن أقول بأن تستخدم سياسة فرض اقتصد، ولكن على الأرض هذا يعني في حكومات محلية عمليا. اليمن الجنوبي الآن مقسم وبالتالي خاضع لهيمنة مجموعة من الفصائل ولا يجمعه جامع. طب أستاذ توفيق، ننتقل الآن إلى الوضع الإنساني. الاتهامات التي وجهها رئيس فريق خبراء الأمم المتحدة الذي كلف بإجراء التحقيق حول اليمن كمال الجندوبي للسعودية والإمارات بعرقلة التحقيق في انتهاكات الحرب باليمن التي قاد فريقه، اليوم إن دلت على شيء ما هو؟ أنا برأيي هناك تفلت، يعني بس هناك تفلت دولي وأقليمي حتى من مساندة المجتمع الدولي للسعودية وللتحالف السعودي الإماراتي منذ اندلعت الحرب. يعني هنا فقط أشير إنه صحيفة الجارديان البريطانية نقلت من مفاده أنه 50 عضو من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالولايات المتحدة قدموا مشروع من شأنه وقف بيع أسلحة بقيمة ملياري دولار صحيح. للسعودية والإمارات صحيح. هذا المشروع مفروض عرضه بعد انتخابات النصفية للكونغرس صحيح. وهذا من أكثر من سنة مثل هذه الأسواق والبرلمان نعم. الأوروبي القرار للبرلمان الأوروبي يوم يعني لاحظي مثلا بلجنة حقوق الإنسان اللي فيها تقريبا حوالي 47 دولة في 21 صوتوا ضد يعني أو اتهموا على الأقل المملكة العربية السعودية والإمارات بأنهم يمارسون جرائم طلقة أو على الأقل يعني حرب ترقى إلى جرائم الحرب. في واحدة في 18 دولة لم تصوت، في 8 فقط يعني صوتت مع السعوديين. هذا يدل على اتجاه دولي، وبالتالي على ازدياد القلق الدولي من استمرار هذه الحرب. لا ننسى انه حتى بالولايات المتحدة الأمريكية سيدتي ايضا انه منذ سنة تقريبا يعني يصار او على الاقل تخرج اصوات وتطالب بتشكيل لوبي داخل الكونغرس بغرفتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ للضغط على الإدارة الأمريكية لوقف مبيعات الأسلحة للمملكة العربية يعني السعودية. لكن الولايات المتحدة ما زالت على موقفها بخضم إدارة الرئيس الأمريكي طبعا أسلام. أنه هلأ يعني عندما يعني كل يوم أو يومين على سبيل المثال يخرج الرئيس ترامب ويوجه تحذيرا للمملكة العربية السعودية بضرورة دفع الأموال، وإلا فمضطرة المملكة العربية السعودية أيضا أن تدفع هذه الجزية للأسف من أجل كما قال نعم. ترامب يعني والذي خرج عن كل الأصول والبروتوكوليات الدبلوماسية والخطابات التي عادة يلقيها الرؤساء. أستاذ توفيق شومان، تمديد المفوضية السامية لحقوق الإنسان عمل خبراء التحقيق الدوليين باليمن رغم معارضة السعودية والإمارات، أي رسالة بعثها إلى التحالف؟ رسالة أنه يعني أنا برأيي هذه أكثر من رسالة، هذه إدانة. يعني عندما نعيد قراءة التقرير وبالتالي يقول بأنه هناك غرط وهناك أيضا عمل مقتلة تجري في اليمن تتحمل المملكة العربية السعودية جزءا كبيرا منها وترقى إلى حالات الحرب. طبعا أنه هذا الأمر تم اعتباره بأبوظبي وبالرياض بأنه هو يجنح باتجاه الحوثيين، علما أنه داخل التقرير أيضا في إدانة واضحة للحوثيين، ولكن أنه بالأمر نفسه من جهة أخرى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية شكلا لجنة خاصة، يعني يقولون للمجتمع الدولي زح جانبا وابقى جانبا، نحن الذي نحقق، يعني أنا الخصم والحكم في الوقت نفسه. أستاذ توفيق شومان، بعجلة شديدة لو سمحتم، إطلاق الحوثيين النجلين للرئيس اليمني رحل علي عبد الله صالح دل على شيء، ما هو اليوم؟ يعني هذه عملية رسالة لسلطنة عمان،
وبالتالي كما هو معروف بأنه سلطنة عمان هي التي قامت بهذه الوساطة ولا يريدون أن يعني وبالتالي أنه هل أين يذهب كيف يمكن أن يعملون بالسياسة هل يمكن أن يستطيعون يعني كان هناك تعهد بعدم دخولهم الشق السياسي باليمن هذا في يعني لغاية الآن ولكن أنه غدا أو بعد غد قد تذهب الأمور إلى مناحي أخرى ولكن واضح تماما بأنه هذه إذا بدك يعني نوع من الرسالة الإيجابية باتجاه سلطنة عمان الذي تتخذ موقفا حيادية الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان شكرا جزيلا لكم شكرا. مشاهدين إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة السياسية شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء لقاء يتجدد يوم غد الآن نعود لمتابعة فقرات برنامج صباح النور شكرا على شكرا المحطة التالية في بروكسل حيث سنتعرف على حسين راسم وهو موسيقي عراقي يعزف على آلة العود وصل منذ عامين إلى العاصمة البلجيكية الجدير بالذكر أن موقع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتبر قصة حسين ملهمة لأبناء جيله كاميرا صباح النور بحثت عن الموسيقي العراقي ورافقته ليوم كامل التفاصيل في هذا التقرير اسمي حسين راسم من العراق عازف عود درست في معهد دراسات النغمية عندي دبلومة في الموسيقى كانت عندي فرقة موسيقية اسمها سولو بغداد كنا نهزف في مهرجانات عام 2015 فكت العراق طلعت إلى تركيا بالصيف عبرت البحر مثل حالي حالي هواي لاجئين عبرت إلى اليونان بعدين إلى مسيدونيا وصربيا وبعدين إلى بودابست هنغاريا وبعدين إلى بروكسل طاولة رحلتي تقريبا 15 يوم وصلت لبروكسل ما كان عندي عود كنت أريد عود حتى أرجع لحياتي الموسيقية فأحد الأصدقاء اسمه براين عمل لي تبرعات لحد ما اشترينا آلة جديدة بلشت أعزف كانت أول كونسرت لي أعتقد شهر 11-2015 وبعدين شوية شوية بنيت علاقات كثيرة أسست فرق أيضا كونت عائلة هنا ببروكسل عندي طفلة وحاليا أعزف هواية عندي مشروع مع ثلاثي وعندي مشروع مع سداسي وعندي مشروع مع مسرحية وأيضا عندي فيلم وثائقي عملته قبل سنتين La musique du Moyen-Orient et d'Irak en particulier. موسيقى الشرق الأوسط هي موسيقى خاصة. بدأت بعزفها مع حسين منذ ما يقارب سنتين. في الأول كانت بمثابة اكتشاف. الآن بدأت بالتأثر بهذه الموسيقى. Très imprégné par cette musique. أتمنى له كل التوفيق بالتأكيد أما الآن مشاهدينا فإلى مطبخنا لمتابعة تحضير وصفاتنا لليوم مع شيف فؤاد وولا أشهر صباح النور مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة هلأ بدنا نحضر تاني نوع حلو اللي هو كرامبل التفاح اللي هي عبارة عن التفاح محشية بعجينة الكرامبل عجينة الكرامبل هي شبيهة بعجينة السابلي أو الكوكيز هي العجينة اللي بتقرش اليوم كل ما هنالك اللي عملته أنا جبت التفاح الأحمر فرغتهم من الداخل شلت كل اللي بالقلب تقريبا خليت سماكة معينة لحتى هلأ حضر العجينة الكرامبل اللي بتحتوي على الزبدة والسكر والطحين
والعسل مع المطيبات ولضيفها بقلبها واخبزهم بالفرن تقريبا هيك 7 لـ8 دقائق بس لحتى الكرامبل يعني العجينه تبلش تاخذ لون وتصير تقرش. بنفس الوقت بتكون التفاحه استوت شوي وطلعت الحلو الموجود فيها اللي حتعطيني طعمه جدا مميزه. بالبدايه رح اخذ جاط وبلش حضر عجينه الكرامبل. عندي السكر، حطيت السكر بالجاط الكبير هون، رح اخذ الزبده ورح اقطعها لقطع صغيره لحتى تبلش تندمج معي داخل السكر. مثل ما شايفين من حراره ايدي رح تبلش تدوب هيدي الزبده، رح تدوب وتبلش تندمج مع المكونات كلها مثل ما شايفين بهيدا الشكل. عم بدمج انا الزبده والسكر، رح ضيف عليهم هلا العسل، كمان العسل هون حيساعدني لاحصل على سوائل اكثر مثل ما مثل ما بقول لحتى تصير المزيج اسهل معي. مثل ما شايفين هون السكر والعسل صاروا عم ينخلطوا منيح مع بعض. طبعا هيدي العجينه مثل ما قلت هي عجينه الكرامبل، هي عجينه ما بدها تكون متماسكه عم تفرط عن بعضها، كميه السكر فيها بتكون عاليه لحتى تتحول معنا لكرامبل اللي هو الكريسبي. رح اخذ رشه المسكه رح اضيفها فيهم مع رشه الملح لانه كمان هيدي العجينه بتحتوي على الملح، مع رشه صغيره من القرفه كمان رح اخلطهم مثل ما بتعرفوا دائما مع التفاح كثير طعمه القرفه بتلبق. رح اخذ برش الحامض ونضيف عليها الحشوه هون مثل ما شايفين. برش الحامض هون حيعطيني طعمه الحموضه المميزه، بتغير شوي من الطعم بتعطي طعم كثير حلو. بس مثل ما شايفين انا استعملت الحامض الخضراء لانه فيها طعمه مروره اكثر، بتعطي نكهه جدا مميزه بقلب التفاح. طبعا المقادير الوصفه عم تمرق على الشاشه. هلا رح ضيف طحين على السكر والباقي المكونات اللي ضفناها واخلطهم بهذا الشكل. مثل ما شايفين هون ومجرد ما ضفت انا الطحين بلشت عم تتحول معي العجينه ل عجينه خشنه مثل الفرك. هلا بلش مثل كانه عم نعمل الكنافه، فرك الكنافه، عم بفركهم منيح مع بعضهم لحتى اتاكد انه كل الزبده راحت اندمجت مع الطحين والسكر مثل ما شايفين هون. هلا بهالمرحله ما بقى بعمل غير هيدي الطريقه، ما بقى بعجن لانه اذا عجنت بدي يصير عم بجبر هالزبده تدوب اكثر وخليها تتحول لعجينه. مثل ما شايفين كل المكونات صارت موجوده بقلبها، صايره مثل البرغل. طلعوا الشكل قد ايه مهضوم وحلو. هيدا الشيء وقت نضيفه رح ينحط بقلب التارت ورح عفوا بقلب التفاح ورح يختلف شكله كليا. هلا رح اجيب حبات التفاح اللي كانوا مثل ما انا خبرتكم بالبدايه انه فرختهم. رح اخذ معلقه وبلش حط هيدي الحشوه داخل هيدي التفاحات ونحطهم بجاد خاص للفرن لحتى نفوتهم تقريبا مثل ما قلت حوالي 10 لـ12 دقيقة بالفرن على حراره 170 وبيطلعوا مستويين مثل ما شايفين. هلا طبعا الزبده رح تدوب، السكر رح يدوب يتحول لكراميل، حيعطيني لون ذهبي اشقر، التفاحه شوي حتستوي وحيكون عندنا لون مميز وطعمه مميزه، خاصه عم نحول التفاحه لهي الباز تبعت قطعه الحلو، خاصه بهيدا الشكل. ممكن من بعد الخبز وتكون بردت نضيف عليها شوي من العسل ونقدمها بارده، وممكن تتقدم سخنه مع سكوب من البوزه الفانيل. بهيك هيدي الوصفه جدا سهله، بكون انا عملت من
مكونات قليلة، عملت نوع حلو جديد وبنفس الوقت بيرضي كل الأذواق. بالإضافة ممكن نضيف شوي من الشوكولا، ممكن نضيف من المكسرات، ممكن نضيف من الزبيب، فينا نضيف كتير أشياء بقلبها. أنا حبيت أعمل الأساس وشو ما بدكم بعدين تزيدوا أنتوا قادرين. هلأ أنا قادر أضيف عليها شوي من الفستق الحلبي كمان وعامل منه حبات من التفاح والفستق الحلبي. بهيدا الوقت أنا مثل ما قلت رح أخبزهم بالفرن على حرارة 170، بعدين بيصيروا جاهزين ورح نرجع نقدمهم على الهواء. رح أرجع لعندكم وعد وسارة، والكيك كمان حيخلص بنرجع بنحط التفاح وراهم. شكرا شيف. فاصل جديد نتابع بعده باقي فقراتنا، انتظرونا. صباح النور من جديد مشاهدينا، ننتقل الآن إلى آخر وأحدث أخبار ومستجدات السوشيال ميديا مع الزميل أحمد الهاشمي وهاشتاك صباح النور. يا أهلا وسهلا، نقف بمكاننا الصح ونصبح المشاهدين. صباح الخير. صباح النور. كيف نحن؟ تمام. شيف فؤاد يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا اليوم جبت دونت على نفس الطعم هذا مالك. والله. فما رح أكل دونت، رح أكل الأشياء اللي أنت رح تسويها. وأنا ناطرك. يعني هذا معناه إنه كثر لي، عرفت شلون؟ فيعني أنا بدي أحرجك على الهواء حتى أحطك تحت الأمر الواقع. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، يسعد صباحكم إن شاء الله ويكون يعني يوم جمعة مبارك عليكم. خلينا بعد إذنكم نبدأ بأبرز الهاشتاجز اللي برزت آخر 48 ساعة. ونشوف اخر التفاصيل اللي بيها، بس طبعا مثل العاده اذا كان اكو شيء مادد من اخر 48 ساعه مثل هاشتاج خاشقجي اللي راح اتكلم عنه، صار اكو بيه ارتباط ما بينه وبين هاشتاج تركيا. طبعا هاشتاج تركيا مثل العاده اكو مثل اي تفصيل عادي، ممكن الناس يهتمون بشيء بشان تركيا عادي، ولكن بنفس الوقت الارتباط الاساسي لهاشتاج خاشقجي او الاستاذ جمال خاشقجي بالهاشتاج الخاص به كان هاشتاج تركيا. اللطيف بالموضوع انه اكو ناس سالوا تركيا انه انتم وين مخبين خاشقجي، راحت هذيك الايام خلص 2018 يعني. المهم بحر العرب كان بالنسبه لي الحاله او حاله الطقس الجوي بالنسبه لبحر العرب، وكان اكثر شيء الهاشتاج موجود في عمان. رسول العلم شكرا، هذا الهاشتاج هو الوحيد انا طبعا اخترته على الهواء لان الوحيد اللي كان ترند غير الهاشتاج الخاص بيوم المعلم، فالوحيد اللي كان في لمسه ادبيه شويه باختياره. عطنا تغريده حلوه ساره. صباح النور. وعد. لا في كثير تغريدات حلوه اكيد. واحده صغيرة. هلا اخر واحدة شفتها عن طبيب كندي نزل صورة عم يعمل عملية جراحية لتيدي بير. اوكي. كرمال يطمن الولد اللي راح يختار العملية الجراحية الحقيقية. لطيف. زين، وين رايحة بلادنا؟ كان بالنسبة للجزائر طبعا كان لازم ابدا به وين رايحة بلادنا، لان اخذ ترند جدا جدا واسع واهتمام الناس به كان جدا كبير بالنسبة للجزائر. وصار الوقت بالنسبة لي فكرة، صار الوقت بالنسبة للبرنامج اللي حصل اللي كان عفوا الحلقة اللي كانت يوم امس لمقدم البرامج مارسيل غانم ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري. زين، هذا بالنسبة لهذا التفصيل. خلينا بعد اذنكم نبدا ونشوف الاخبار تباعا حسب التغريدات. أمس كان طوني يعطيك العافية، أتوقع قد تهتم بهذا الموضوع. أمس كان يوم التاكو العالمي يا جماعة. شيف عندك أي تعليق على يوم التاكو العالمي؟ ماكو. زي سويت تاكو البارحة بيوم التاكو العالمي ولا ما اهتميت بالموضوع؟ نهتم للموضوع بس ما عملناها. بس ما عملناها. زي طبعا البارحة كان يوم التاكو العالمي مشاهدينا، هاشتاج أخذ ناشونال تاكو داي يوم أمس، فاهتموا الناس بمشاركة صورهم الخاصة. كذلك كان أكو صور جدا غريبة، الناس تحشي أشياء شوية لطيفة. صورة ثانية لها علاقة بالحساب اللي ظهر فقط يوم أمس، اللطيف بأنه كان يعني يوم أمس 4 أكتوبر سوى الحساب، ما كان أكو اهتمام واسع ولكن الهاشتاج أخذ ترند، والحساب نفسه كذلك كان جدا جدا الناس اهتموا به. فأتوقع أنه من الآن إلى سنة إذا رح يكمل يعني على 4 أكتوبر 2019 الحساب أتوقع رح يكون أكو كمية أرقام أكثر من هذه الأرقام اللي شايفينها. زين نكمل. 2019 ممكن تلاقي ناشونال شاورما داي. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. هو يعني ناقصنا. من بعد هذا خلينا ننتقل إلى الجزائر. هذه الصورة اللي أخذناها من الجزائر واضح بأنه كثير ناس أعادوا تغريدتها. الفكرة بأنه دمجوا ما بين كذا وضع، واضح الفكرة، الصراف الآلي ونفس الوقت الحالة المزرية اللي فعليا واقع بها بعض الولايات في الجزائر وعدم اهتمام الناس بها يعني البنى التحتية وغير ذلك. فكثير ناس قالوا بأنه هذا هو الحال، هذا يمثل الحال، بنى تحتية سيئة إضافة إلى عدم وجود يعني أموال بصرافات الأموال. بس أحمد حلوة، يعني أول مرة أشوف الأموال السائلة. أموال مذابة هذه. هذا غسيل أموال على فكرة. لا. زين نكمل بعد الجزائر، رح أروح إلى كندا.
الباحة كان أكو لغط كبير وحكي كثير وجدال كبير بسبب هذا هذه التغريدة أو هذه الفكرة بصورة عامة. قالت محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبك في كندا بأنه لا يحق لقاض أن يرفض حجاب المرأة بقاعة المحاكم وأنه بإمكان أي مواطن ارتداء ملابس ديانته في قاعة محكمة إذا كانت طالما في قاعة محكمة إذا كانت طالما أنها لا تتعارض مع الحقوق الدستورية لشخص آخر. طبعا كان أكو شرطين، الفكرة الأولى أن ما تتعارض مع حقوق دستورية، الفكرة الثانية أن تكون خاضعة أو أن فيها حدود الأدب وإلى آخره باللباس وإلى آخره. الفكرة بأنه الناس قالوا ليش هذه الفكرة صارت أصلا، فحطوا علامات استفهام ليش، هل كان من الممنوع أن يدخل؟ فللأسف مواقع قليلة فقط هي اللي حطت الخبر كامل. الفكرة هي حتى بس نحطكم بالصورة، الحادثة صارت مع كندية مسلمة اسمها رانيا العلول. رانيا بال 2015 طردت من قاعة المحكمة، ليش؟ لأنها كانت مرتدية حجابها. فهذا الأمر من 2015 إلى 2018 حتى بتت في المحاكم الكندية، وكانت هذه التغريدة اللي صارت يوم أمس. فهذه هي المعلومة الكاملة حول هذه الفكرة. لذلك بعض التغريدات كانت ممكن نتكلم، يعني إحنا اعذروني ما حعرضها كلها، فقط عرضنا الفكرة، المهتم يفوت يشوف آراء الناس. بعض التغريدات حطت علامات استفهام بأن ليش 3 سنوات حتى يطلع هذا الحق بارتداء حجاب أو ارتداء لباس معين لا يمثل أكثر من هوية معينة لشخص معين. فكذلك كان بين الانزعاج. بس بما أنك ذكرت الموضوع من المهم إلقاء الضوء على هذه النقطة. يعني إحنا دائما نسأل أو تطرح هذه الأمور في الإعلام وكأنها استهداف شخصي للمحجبات أو المسلمات بشكل عام، حتى يعني ما يصير في إثارة للكره هيك دون تبرير. هناك قوانين في هذه البلدان كما تمنع على القاضي يعني أو القاضية أن ترتدي الحجاب أو ترتدي أي يعني مدلول، أي شيء فيه مدلول ديني وهي على القوس. كذلك ينطبق الموضوع على الحضور، فما ناخذ الموضوع بكثير حساسيه. ايضا هناك دول مسلمه مثلا تمنع على غير المسلمين من ان يمشوا بدون غطاء للراس، فالموضوع شوي متعلق بالدستور والقوانين للبلاد، منه موضوع شخصي او دائما هناك اسلاموفوبيا او اضطهاد، والدليل انه الحكم ما كان ايجابي. وجهه نظر. زين راح نكمل مع تداعيات اختفاء خاشقجي مثل ما تكلمنا. الفكرة بأنه انتقلنا إلى مرحلة جديدة كانت بدايتها يوم أمس. واضح بأنه فكرة هاشتاج خاشقجي ما راح تمر مرور الكرام فعليا، خصوصا على الناس اللي بدوا يهتمون بهالفكرة أمثال حساب معتقلي الرأي. نقرأ التغريدة بشكل سريع. ندعو الجميع للمشاركة الواسعة في حملة التغريب بوسم أو بهاشتاج أين جمال خاشقجي على مدار اليوم، يعني يوم أمس الخميس 14/2018، وذلك لمطالبة السلطات السعودية والمعنيين بالكشف فورا عن الظروف التي يقبع فيها الكاتب جمال خاشقجي حاليا بعد مرور نحو 48 ساعة على اختفائه. إضافة إلى هذه التغريدة كان أكو تغريدات تتكلم عن يعني صورة خطيبة جمال خاشقجي خارج يعني في محيط السفارة السعودية، عفوا في محيط القنصلية السعودية في تركيا. زين، هذا بالنسبة لي هاشتاج خاشقجي. راح نكمل، أكو عندنا فيديو أتوقع. هذا الفيديو انتشر صار له يومين، البارحة أخذ كم كبير من عملية الشيرنج على الفيسبوك، فتوقعت إنه إيه لا ممكن فعليا نطلع الفيديو في لبنان. راح نشوف الفكرة. أتوقع بأنه كان من الصعب عليه أن يرفع الخزان داخل أو يعني يطلع خزان المياه عن طريق البيت أو عن طريق البناء، ف يعني رفع خزان المياه، بس واضح بأنه يعني تعدت الأزمة إلى أنه أكو مشكلة بخزان التفكير مو بخزان المياه. شوف بعد سألت تحت الهواء. برافو برافو. لا بس سألتك بأي بلد؟ بلبنان. لبنان بالحمرة، منطقة الحمرة. قبل يومين من الآن أو إذا قبل يعني يومين من الآن. يعني الحمد لله أنه ضحكنا، ما كان في شخص مارق وقع عليه هذا. هو إذا نرجع نعيد المشهد، أكو واحد كان تحت وقع عليه. لا. لا ممتاز، اللي ما انتبه عادي خلاص، ماكو احد مشيت. ننتقل الفيديو اللي من بعد ذلك، يعني اعذروني اليوم اكو عندي يعني كميه فيديوهات ماساويه كثيره، بس يعني هذا المقطع انتشر يوم امس بشكل كبير على الفيسبوك، يوم امس بالتحديد. المقطع باليمن، بلا تعليق.
ودي على حبة حبة الله حابي ولا كلمة. طيب بعد إذا بعد عندنا ذرة شرف نشوف هالمشاهد هذه على الهواء ونطلعها وممنوعها من علق من هون علق يعني إذا رحنا نتكلم أكيد رح نغلط يعني زين هذا المقطع زين من بعد هذا مشاهدين خلينا شوي نغير الأجواء شوية شباب بأن العربي واضح بأنه اختاروا شوية يعني تلميحات لطيفة ومن اللطيف ان حاطين الفيديو اخر شيء حتى شويه تشغل الجو فخلينا نشوف اللقاءات اللي ممكن تكون وهميه لقاء وهمي شوف الفيديو هذا الفيديو مشاهدينا وباقي الفيديوهات الموجودة على أنا العربي طبعا كلها متاحة لكم عبر صفحة أنا العربي إضافة إلى صفحة التلفزيون العربي وصفحة التلفزيون العربي ترفيه ومع هذا كله يعني أكو عندنا حساباتنا الظاهرة أسفل الشاشة شرفونا طبعا وكرمونا بتواصلكم معنا على حساباتنا على فيسبوك إنستغرام وتويتر إضافة إلى حساباتنا الشخصية وحسابات الزملاء جميعا وشكرا جزيلا شكرا جزيلا لك أحمد من أخبار مواقع التواصل الاجتماعي ننتقل لأخبار أطباق أشرف فؤاد لنرى ما هي حصيلة هذه الأطباق صباح النور يعني هون عنا الكيك جاهز صار الكيك جاهز بدنا نشوف التارت التفاح أو حبات التفاح بالكرامبل كمان كيف طريقتهم كيف صاروا يعني كمان صاروا جاهزين ما كيف بنعرف من الشكل شاف انه جاهزوا اول شيء اذا بتلاحظ اللون بلش الكرامبل من برا صرت عم تاخذ لون اشقر يعني صارت اخذت لون هيك ذهبي هيدا اللون خلص صارت مستويه خاصه فيها كميه الزبده الموجوده بقلبها ما بقى رح تخليها تاخذ لون اكثر بالاضافه الزبده انطبخت اوكي ونحن ما فيها عنا بيض فيها وما بدي انا اخلي التفاحه كثير تستوي ما بدي تروح طعم التفاح رح تضل شوي تقرش اكيد بدها تضل تقرش تلاحظي طريق بعدها طريت شوي بس بعدها قاسيه التفاحه يعني هلا اذا بنقصها من جوا بعد التفاح ناي منشان هيك انا قلت بقدر اقدمها بارده بقدر اقدمها سخنه هذا الشيء الفرق بيناتها طبعا مع اضافه كميه بسيطه من العسل اذا حابين نضيف عليها عسل يعني كتير سهلة مثل ما قلت كمان بقدر زيد عليها شوي من الفستق الحلبي إذا كنا نضيف عليها تزيين لحتى نغير لشكلها شوي هلا أنا طبعا شكلها كتير حلو وأكيد مثل ما قلت باردة أو سخنة رح تعجب فكرتها وأنها صحيح خفيفة صحيح شكرا لك شكرا لك على هذه الأطباق إذا مشاهدينا ننتقل الآن إلى قصتنا السينمائية الأسبوعية مع توني شكرا نور الأجواء بتشهي أنا فرد بالكيك أنا رح تحكي كتير وبعد الحكي تجيك أوكي طمنتني تجيك العزيمة كيفك ماري تيريز معلوف؟ اشتقنا لك رائدة الفن السابع وضيفتنا الأسبوعية وزميلتنا العزيزة شكرا شو عنا اليوم؟ اليوم عنا أخبار منوعة لكن رح نبديها بيروت والعراق لأنه هو فيلم عراقي عم بيتم عرضه ببيروت عودتينا تسخينا رحلة مليئة بالمطبات والمخاطر
هكذا وصف المخرج محمد الدراجي رحلة تصوير فيلمه الأخير الرحلة يلي رشحته دولة العراق لتمثيله بحفل توزيع جوائز الأوسكار عن فئة الأفلام الأجنبية. الفيلم تم عرضه لأول مرة بمهرجان لندن السينمائي بالدورة 61، وهو خامس فيلم روائي طويل للمخرج العراقي محمد الدراجي صاحب فيلم أحلام وابن بابل بين ذراعي أمي وتحت رمال بابل. اشترك بكتابة السيناريو فيلم الرحلة محمد دراجي إلى جانب البريطانية إيزابيل ستاد يلي هي أنتجت معظم أفلام الدراجي بما فيهم هذا الفيلم. الفيلم بيروي عن عقلية فتاة بتعتزم أنه تقوم بعملية انتحارية، هي سارة. سارة فتاة بتوصل ب 30 ديسمبر عام 2006 يلي بيكون أول أيام عيد الأضحى على محطة قطار، وهونيك بتشيل الحجاب عن راسها وبتقرر أنه تقوم بعملية انتحارية. لكن منلاقي أنه سارة عم تتردد، منشوف من خلال عيون سارة العديد من الناس بتمشي بثبات وبتلفت أنظار حولها وسط زحمة ناس كل واحد عنده مشاكله، وبتقرر تقوم بهالعملية الانتحارية لكن بتردد. وخلال الفيلم منشوف أنه سارة كل الوقت عم تتردد، وهون بيكون أثناء الاحتفال الرسمي بإعادة افتتاح هالمحطة يلي كانت تعرضت لعملية بالحرب بالعراق وكانت مسكرة. طيب هو محمد أصلا يعني عايش العراق بحربة مع أنه منه عايش مظبوط، مع أنه منه عايش كل الوقت بالعراق، لكن فرجينا بمراحل مختلفة نقل يعني بعد سقوط نظام صدام حسين. بس منتمنى لهالرحلة أنه تاخد رحلتها صوب الأوسكار، خصوصا أنه شيء مش جديد عليه. يعني أحلام الفيلم اللي ذكرتيه كان ترشح للجولدن جلوب، كثير بتجول على مهرجانات، وهذا الفيلم حصد العدد كبير من الجوائز، وبطلة الفيلم زهراء غندور كمان حصدت جائزة أفضل ممثلة. يعني هي كانت ضيفتنا الأسبوع الماضي. يعني أحلام على سيرة المهرجانات، أحلام شارك ب 125 مهرجان سينمائي، وهذا الفيلم بعده عم بيجول على مهرجانات عديدة. بالتوفيق للرحلة. نحن كنا موجودين بالعرض الأول لافتتاح هيدا الفيلم يلي كانوا موجودين فيه مخرج وبطلة الفيلم. رح نشوف تقرير من سينما متروبوليس صوفيا الأشرفية ومنرجع. فيش عندك هنا؟ إذا حاولت تبتعد متر واحد حياتك تنتهي. ونك ما تعجل ونك تبردد عشان ونك رحلة صعبة، صعبة أن أنت صعبة كصناعة فيلم سينمائيا في مكان واحد في محطة القطار، وأيضا موضوعة الفيلم حساسية موضوعة الفيلم بتتكلم على بنية تجي محطة القطار تريد تفجر نفسها في يوم العيد في 2006، وبعدين تأخذها في هذه الرحلة على مود تلتقي مع الناس اللي تريد تقتلهم. صعبة في الصناعة وأيضا إنتاجيا صعبة، الظروف اللي مرت عليها العراق في آخر 3 سنوات 4، وجود داعش في العراق. وفي الفيلم أنا طرحت بأن إحنا ممكن نبدي معالجة التطرف عن طريق الإنسانية، وهي اللي الناس راح يشوفوها في الفيلم. شخصية سارة هي ممكن تكون أي فتاة بحياتها، ظروف حياتها خلتها توصل لمكان أنه أشخاص متشددين يخترقوها، يخترقون روحها ويقدرون يغسلون دماغها. يعني هي أي فتاة، يعني أنا اللي أحب أوصل عن طريق تمثيل شخصية سارة أنه نتجنب أنه نحط النساء وحتى الرجال في الأجيال القادمة بهذا المكان الهش. يعني هذا الفيلم هو تجربتي الأولى في عالم التمثيل، وبصراحة يعني كان مهلك بالنسبة لي لأنه بشكل متفاوت لأكثر من أو لسنتين ونص بشكل متفاوت، بعدين فول تايم لمدة 5 أشهر توقفت عن حياتي كلها، عن رؤية عائلتي، عن رؤية أصدقائي، فأخذ مجهود جدا كبير. وبعد الفيلم The post drama depression اللي حسيت بي أشهر، حسيت إنه الشخصية أخذت الكثير من روحي. يا شيخ صفاء كيفي، هذا الشيء صح؟ ليش ما أخذت سامك؟ ما أخذت سامي. فرصة واحدة.
يعني مش معقول العراق دايما لازم يكون معه دمعة فعلا. وهي العراقيين شاطرين في رسالة إنسانية بهيدا الفيلم يعني والتخابط بين إنه العمليات الإرهابية وداعش وليش هالأشخاص بيقوموا بهالعمليات ومن خلال عيون سارة بنقدر نشوف هالشخصيات وهالناس يلي موجودين يلي هن عفوية. وعلى فكرة الكاست مميز، الأطفال يلي عم بيمثلوا بالفيلم لزهراء للكل بتحس عن جد في عفوية وفي شغل كتير حلو. أكيد لكل الموجودين ببيروت إنهم يقدروا يحضروه. شكرا لتخطيطك للمهرجان. رح نكفي أخبارنا، وعدد من الأفلام العربية المنوعة عم بيشاركوا ضمن فعالية الدورة الثامنة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد يلي عم بتدور أحداثه من 5 إلى 9 أكتوبر تشرين الأول، منهم فيلم الوثائقي طوب العيرة للمخرجة لين الفيصل اللي هي مخرجة لبنانية. كان طوب العيرة قد شهد عرضه الأول بالعالم العربي من خلال مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان ببيروت، ومؤخرا فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي بعد النفس بمهرجان طريق الحرير السينمائي. وكان العرض العالمي للأول بمهرجان لندن الدولي لصناع الأفلام كمان، حيث نفس على الجوائز الموجودة بالمهرجان، وحصل أيضا على جائزة في أفضل فيلم وثائقي باللغة الأجنبية وأفضل مخرج لفيلم وثائقي. أنا عرفت كمان أنه قصته بتختصر قصة شعب تشتت يعني من خلال الحكايات الشخصية المفصلة اختصرت قصة شعب. للأسف أنه من حور ومن دور ونرجع منلاقي أنه الأفلام العربية تروي حكايات مأساوية عم تنقل الواقع للأسف. كمان بعد أيام من فوزه بجائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان إيليا للأفلام القصيرة بالقدس علي رصيد الجوائز مع فيلم بومبونا. هالفيلم يلي هو لراكان مياسي يلي كمان سبق واستضفناه، وهالفيلم يلي انعرض ببيروت وانعرض بمهرجانات مختلفة عم بيتم عرضه يوم الأحد بسبعة أكتوبر الساعة 2:30 عصرا بتوقيت السويد. يلي موجودين بالسويد فيهم يحضروا في جنسيات عربية مختلفة بالسويد طبعا. فعلا، وبأقل من 16 دقيقة بيروي الفيلم قصة أسير فلسطيني بتزوره زوجته بالمعتقل الإسرائيلي يلي عم بيقضي فيه مدته، وبتقوم بإجراء عملية جريئة مبتكرة. هيك شيء مفرح انه هالافلام يقدروا يوصلوا لمكان اخر من البلدان العربيه بالسويد. فعلا في جاليه عربيه لكن في جاليه مختلفه من كافه انحاء العالم. عم بيشارك ايضا فيلم مسافر حلب اسطنبول للمخرجه انداش هازديان اوغلو والنجمه قريبه يوسف اوغلو. نحن عم ندعم العائله كلها. فهو بطولة النجمة سبا مبارك يلي هي من جذور سورية أردنية. فالفيلم رح يتم عرضه يوم السبت 6 أكتوبر الساعة 4 كمان بتوقيت السويد. بيحكي الفيلم رحلة لينا ومريم أثناء هربهم من الحرب بسوريا. لينا فتاة في العاشرة من العمر فقدت عائلتها بالحرب واضطرت أنه تبدأ طريقها إلى تركيا مع شقيقتها الرضيعة وجارتها مريم بصحبة عدد من اللاجئين الآخرين. لكن لينا أكيد عندها حنين ورغبة بالعودة، بينما مريم بتقرر أنه تروح على أوروبا وهدفها أنه توصل لأوروبا. هالفيلم المميز فيه توني أنه الوحيدة اللي ممثلة هي صبا مبارك والباقي كلهم هن لاجئين حقيقية. اشتغلت المخرجة أنه تروح على مخيمات أنها تقدر تجمع هاللاجئين لأنهم يكونوا واللي بيكوريا. عرفته من خلال هالفيلم أنه في مهرجان فيلم عربي بكوريا، وشارك بمهرجان فيلم عربي بكوريا. نحن وين ما كان فعلا هذه موجة المهرجانات الأفلام العربية ببلدان، يعني وين عم بيكون في جالية عربية عم تشتغل على هذا الموضوع. هذا الشيء كتير مهم ليوصل الأخبار والأحداث غير ما بتوصل من خلال نشرة الأخبار والإعلام، بتوصل من خلال السينما والأفلام الوثائقية والرواية. طب فيني أنا أعملك مقدمة للفيلم التالي؟ أكيد. بلاش تبوسني فعليا دي البوسة في العين تفرق سري وفيه ضارب على صوتك تفضل. ف
فهو بلاش تبص لي الفيلم المصري يلي كمان جال على مهرجانات مختلفة، وهو إخراج أحمد عامر وبطولة ياسمين الرئيس، رح يتم عرضه الأحد ب 7 أكتوبر على 10:45 مساء بتوقيت السويد. بلاش تبصني فيلم هيك مبين ياسمين الرئيس. أنا اللي عرفت إنه بيحكي عن تاريخ البوس بمصر، تاريخ التقبيل إذا من خلال السينما. فهيدا الفيلم بيكون بكواليس فيلم جديد وبيحكي كيف عم بيتم تصويره وكيف عم بيواجه المخرج الشاب صعوبات بالتعامل مع نجمة كتير معروفة كيف هيدا يمكن الكيمستري والطريقة المعاملة مع النجوم الكبار بنا هينة. فهيدا كانت مجموعة الأفلام، وبنذكر بس أنه مهرجان مالمو هو مهرجان عمل خصيصا للأفلام العربية، بيجي لأنه موجود بالسويد حوالي 175 جنسية مختلفة صحيح. من العالم، فبيجوا بيشاركوا بهالمهرجان وبيحضروا أفلام عربية. أنا عندي خبر لك اليوم. يا هلا اليوم انت عرفتي، انت عرفتي يمكن بس غفلتي عنه. يوم عيد ميلاد لوي لوميير يلي هو احد الاخوين لوميير اللي اسسوا السينما. بدي عايدك وين الجاتو او بتعرفي بدل الجاتو كريم بروليه لانه فرنساوي. واليوم كمان توني مساقب 5 اكتوبر. سنة 1962 ب 5 اكتوبر تم عرض اول فيلم من سلسلة جيمس بوند يلي هو دكتور نو. صحيح. فكمان هيدا النهار فيه أحداث سينمائية مميزة. نعم. حلوين هيك. أصلاً لقائنا اليوم هو حدث سينمائي. أكيد. إحنا كل ما نلتقى بيكون حدث سينمائي. بس والسينما كمان كيف مساقب اليوم ذكرى بالويكند. السينما صارت هيك علامة فارقة بالويكند. ممكن يقطع ويكند بدون ما تحضر السينما؟ خصوصاً أنت الرائدة بعالم السينما. إيه هلأ بالشتوية اللي بحبه بيرجع بينعمل، هو بينعمل عرض خاص للصحافة. كل نهار سبت الصبح. هيدي عندي من 12 سنة باخد الكافي ومنروح منحضره، بيكون بس الصحافة يلي بيكون هيك في عندها واقع خاص في الرواق يلي بتستمتع بالفيلم مش مع جمهور. يعني حتى بعلم النفس، حتى بعلم النفس بيقولوا انه فيلم السينمائي باخر الويكند، يعني اذا كان اخر الويكند الاحد المساء او السبت المساء او الجمعة المساء، بيكسر شر بداية الاسبوع، لان كلنا بنبقى رايحين عندنا هواجس، في عندنا اسبوع كامل من التعب والشغل والى اخره، بس لما باللاوعي بنكون حطينا فيلم باخر الويكند، حطيناه بفكرنا اذا فرح مش فيلم رعب او فيلم ماساوي بردك لكل ماساه الاسبوع. شو في هلا بالصالات بتحضرينا؟ هلا في مجموعه كثير من الافلام، لكن بدنا نرجع نذكر بالافلام العربيه. والاسبوع المقبل رح يتم اطلاق فيلم لبناني كمان جديد، هو جود مورنينج يلي مشاركه فيه انا بدور صغير. طب تنسال الصبايا، صبايا بتحضروا سينما بالويكند؟ سواء سينما بالويكند اكيد طبعا، يعني احيانا اكيد مش مستمره. خلص لازم ناخذهم معنا طول. ما هو نوع الافلام المحببه على قلبي؟ بدنا تشجيع، انا شخصيا بدي تشجيع على روعه السينما كثير. جماعة تجي الرومانسي. هلا بالشتاء بنصير نحضر سينما اكثر، كل انواع الموفيز. نعم. نحن بالهاي سيزون. ايه هلا صحيح. بلشت السينما والافلام، هلا ببلش افلام المرشحه للاوسكار يلي هي الافلام الممتعه. واستار از بورن رح يبلش الاسبوع المقبل، فهيدا الفيلم ما رح نروحه، رح نحضره سوا. انا اليوم كان بدي ضيفك بومبونا لانه نشف ريقك ومن وحي اسم فيلم بومبونا. لا انا بس بدي الشيف فؤاد عنده ضيافته. لا واليوم معنا ماريت رازي يعني، والاكيد كله حلويات. واضح انه هاي مطبخنا اليوم بيشبه الويكند. طيب وصلنا لختام حلقتنا، ذكرونا شو كان في دخلكم. حضرنا كيك البنان، كيك الموز مع الفستق الحلبي، وحضرنا التفاح مع الكرامبل المشويين بالفرن، تقريبا نص استوى للتفاح لحتى تبقى فريش اكثر. يلا حنجربها. اذا مشاهدينا وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم، نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم برفقتنا. نلقاكم في حلقة جديدة يوم غد، فانتظرونا وكونوا على الموعد. ماري تراز، سارة، شفؤاد، وعد، مشاهدينا إلى اللقاء.